يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة السبت الموافق 18 مارس 2023. في الحقيقة امبارح كان يوم مبهج، يوم بيدعو للفخر لكل المصريين، لأننا شفنا فيه حدث مهم وكبير في استاد القاهرة، حدث خيري هو الأكبر من نوعه في تاريخ العمل الأهلي التنموي تحديدا، وكانت رسالة طمأنينة بتبعث من استاد القاهرة لكل أهلنا الطيبين في كل ربوع الجمهورية وتحديدا كمان المحافظات الحدودية. حدث كان شعاره انتصار الخير على أي تحديات ممكن تواجه المصريين، كتف في كتف، الشعار اللي رفعه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة أكثر من 60,000 متطوع كانوا موجودين في استاد القاهرة للاحتفال بجهود آلاف المتطوعين اللي شاركوا في تعبئة وتوزيع ملايين من كراتين الخير كلها مساهمات غذائية علشان توصل للمواطنين ويتدخل الفرحة في بيوتهم قبل شهر رمضان الكريم في كل المحافظات بمشاركة 34 كيان تنموي، 34 مؤسسة، 34 جمعية خيرية بيضمهم العمل التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر. احنا في الحقيقة امبارح يا عبد الصمد شفنا منظر ولا أجمل زي ما احنا شايفين مع حضراتكم على الشاشة دلوقتي، حوالي 60,000 متطوع موجود في استاد القاهرة، لكن هو في الحقيقة هو في أكتر من كده في جميع المحافظات. احنا بنتكلم يمكن أكتر من 300,000 متطوع في جميع محافظات الجمهورية بيساعدوا كتف في كتف، فعلا لما بيحصل أي تحديات للمصريين كلنا بنقف جنب بعض، وده المنظر اللي احنا شفناه يمكن امبارح قد ايه المصريين كلهم تهدفوا ان هم يساعدوا ونقف في ظهر بعض. احنا يمكن بنتكلم على 4 مليون مواطن هيوصل لهم 4 مليون وجبه يمكن هتوصل للمواطنين، لكن احنا بنتكلم في عدد 25 مليون مواطن او اكتر هيوصل لهم هذه المساعدات. بنتكلم على مطابخ موجوده في جميع المحافظات المصريه موجوده لمساعده اهالينا، ومش بس في شهر رمضان، احنا موجودين لغايه اخر السنه. في الحقيقه احتفالية كتف في كتف شهدها امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاعل مع الحاضرين وأثنى على جهود المتطوعين وأشاد بتنظيمهم وحرصهم على مساعدة المواطنين الأكثر احتياجا، وده جه في مضمون كلام السيد الرئيس في كلمته امبارح أثناء الاحتفالية لما قال بنشهد انتصار جديد وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي، بنشهده هو تأكيد لإرادة الشعب العظيم وإظهار لقدرة في تحويل المحن إلى منح، وده حقيقي اللي احنا شفناه امبارح يا أحمد، يمكن منظر ولا أروع اللي احنا شايفينه دلوقتي. ده يا بسنت، ويمكن كان لافت جدا للأنظار مش بس وجود آلاف المتطوعين في استاد القاهرة اللي بينوبوا أو بيمثلوا 300,000 متطوع المنتشرين في كل محافظات الجمهورية، لكن كان لافت للنظر جدا كمان وجود صغار المتطوعين اللي انت بتشوفي أبناء صغيرين سنهم لم يتجاوز 7 أو 8 سنين بيشاركوا في عمل الخير ده. هو ده الخير اللي أهلنا زرعوه فينا، والخير عجلة بتلف، وعلشان الخير عجلة بتلف إحنا بنعلمه كمان لأولادنا، بنعلمه لإخواتنا الصغيرين علشان نعمل حساب الزمن ونعمل حساب بكرة، لأن إطعام الطعام هو عمل عظيم ومنصوص عليه في كل الديانات في حقيقة الأمر. زي ما قلنا في بداية الحلقة إن امبارح كان انتصار عظيم للخير، تاريخ هيكتب بأحرف من نور في سجلات العمل الخيري تحديدا، وتكاتف المصريين وقفهم جنب بعض كتف بكتف، لكن تواريخ المصريين وانتصاراتهم ما بتقفش أبدا، لأن النهاردة كمان عندنا حلقة مميزة في صباح الخير يا مصر، حلقة خاصة بنحتفل بيها بذكرى استرداد أرض طابة، ذكرى مرور 34 سنة على أغلى أرض وأغلى بقعة من بقاع مصر اللي تم استردادها
بالمعارك القانونية والمعارك الدبلوماسية، بس أنتوا هو ده الانتصار، انتصار للدبلوماسية المصرية، انتصار لرجال القانون المصريين اللي قدرنا بالتفاوض والدبلوماسية اللي احنا نرجع أغلى أرض لينا مرة تانية. لا احنا كمان بنتكلم يا عبد الصمد ان احنا مصر رفضت ان هي تفرط في سنتيمتر واحد من أراضيها. صحيح. مصر ما وقفتش فقط انه احنا انتصرنا في سيناء، لكن لو في سنتيمتر واحد من أراضي مصر لسه مش معانا، مصر خاضت كل المعارك اللي ممكن تاخدها عشان ترجع الأراضي دي مرة تانية. صحيح. لينا معركة دبلوماسية وقانونية زي ما انت قلت، فعلا خاضتها القاهرة عشان ترجع أراضيها وتثبت وتؤكد أحقيتها في هذه الأراضي. بنحتفل النهاردة ب 34 سنة على استرداد طابة، رحلة طويلة اتكتبت في سجلات التاريخ المصري عن أشرس وأقوى معركة سلمية انتصرت فيها الإرادة والعزيمة والصبر، وده لتحقيق الهدف في تحرير آخر شبر لأرض مصر الغالية. النهاردة حلقتنا من هذه الأرض المصرية، وهتكون معنا زميلتنا العزيزة جمانة ماهر، موجودة هناك دلوقتي وهتورينا وهنشوف وهنتكلم عن يمكن انتصارات طابة. خلونا نصبح عليها. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير عليك يا فسانت، وصباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير على كل المصريين في كل شبر فيك يا مصر. زي ما قلت يا فسانت، الحقيقة يمكن المشهد اللي تابعناه امبارح خلال احتفالية بدء مبادرة كتف في كتف هو بمثابة انتصار، انتصار للتكاتف، انتصار لكل المصريين الحقيقة اللي يمكن طول الوقت بيثبتوا ان هم قادرين ان هم يحولوا كل المحن لمنح زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصار للحق في العيش بحرية وبكرامة. الحقيقة مش ده الانتصار الوحيد اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة ولا اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة. احنا النهاردة معاكم من طابة عشان نحتفل معاكم بالذكرى الـ 34 لاسترداد أرض طابة اللي كانت آخر شبر في أرض مصر الحقيقة كان مكتوب باسمها. مصر الحقيقة يمكن خاضت طبعا حروب عشان تقدر ان هي تسترد هذه الأرض، منها الانتصار العسكري 6 أكتوبر عام 1973 اللي كانت بمثابة نقطة انطلاق ونقطة قوة عشان ننطلق إلى معركة دبلوماسية وقانونية قوية جدا وهامة جدا الحقيقة. يمكن معركة أكدت إن إحنا أحقيتنا في هذه الأرض، معركة قدرت إنها تثبت أحقية مصر في كل شبر مكتوب باسمها، معركة أكدت حقنا بالقانون وحسب التاريخ، حسب كمان إنه يمكن وإحنا بنتكلم على هذه المعركة، معركة كانت يمكن الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. الأرض اللي إحنا دفعنا عنها بالدم والسلام، بالكفاح والصبر، الأرض اللي قدرنا إن إحنا نقدر إن إحنا نرجعها مرة تانية حسب الخرائط والتاريخ، حسب القانون والمفاوضات والقضايا والمحاكم الدولية كمان. مش هنقدر ننسى الكوادر المصرية الكبيرة، القامات الكبيرة جدا، القامات الدبلوماسية والسياسية والتاريخية اللي قدرت إنها تنتصر لمصر في الآخر وأثبتت حق مصر في ملكيتها لهذه الأرض وقت ما أصدرت المحكمة الدولية أحقية مصر في هذه الأرض عام 1988، ثم تم رفع العلم على أرض طابة في 19 مارس عام 1989. والنهاردة طابة بتشهد تنمية وتطور، بتشهد تنمية وتطور من خلال مشروعات كبيرة جدا، مشروعات قدرت تركز على التنمية المستدامة، قدرت تركز على البناء والتعمير والاستثمار في البشر، مشروعات قومية عملاقة الحقيقة في كل القطاعات. ويمكن ده اللي هنتكلم عليه النهاردة في حلقتنا في صباح الخير يا مصر، محاور كتير جدا عشان نقدر نعرف ايه اللي حصل في طابة تحديدا وفي سيناء ككل خلال السنين اللي فاتت. صباح الخير والسعادة والنصر على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا سينا. مرحب بكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما اتكلمنا مع حضراتكم عن الحدث الأهم والأكبر في تاريخ العمل الأهلي التنموي تحديدا امبارح، هو مبادرة كتف في كتف اللي شهدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر احتفالية كتف في كتف على استاد القاهرة، وده كان الحدث الخيري الأكبر اللي بيعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري. كمان عبر تقنية الفيديو كونفرنس شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق عمل المبادرة، وشهد كمان عمل الشباب شباب المبادرة والمتطوعين والتجهيزات اللي تمت لتوزيع كراتين الغذاء قبل حلول شهر رمضان الكريم في عدد كبير من المحافظات.
كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان المرحله الاولى من مبادره حياه كريمه اتكلفت 350 مليار جنيه. الرئيس قال كمان ان المرحله الثانيه والثالثه هنستكمل بيهم المبادره والارقام اكتر من تريليون جنيه. التحالف الوطني الحقيقه لا ينكر ابدا دوره، ما حدش يقدر ينكر ابدا دوره الا اذا كان يعني في نفسه حاجه مش جيده، لكن التحالف الوطني دوره عظيم جدا جدا، واللي احنا النهارده موجودين هنا واللي بنشوفه ده وعملوا على مستوى محافظات مصر بالكامل بيعكس كده. بالامس القريب ومن هذا المكان ايضا شهدنا اطلاق مشروعنا الوطني الاعظم لتنميه الريف المصري حياه كريمه، والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4000 قرية، مستهدفين تحقيق التنمية، تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مصري. أنا قلت الموازنة دي المرة اللي فاتت لكن الأرقام اتغيرت خالص. يعني إحنا لما أطلقنا المشروع دوت من سنتين تقريبا كنا بنتكلم، قلنا ممكن تبقى 700-800 مليار او تزيد. انا عايز اقول لكم ان المرحله الاولى وحدها، المرحله الاولى اللي احنا شرفنا على الانتهاء منها، تكلفتها وصلت لاكثر من 350 مليار جنيه. اكثر من 350 مليار جنيه للمرحله الاولى فقط. يعني انا زي ما قلت قبل كده لكم ان المرحله الثانيه والثالثه اللي احنا ان شاء الله مصرين على تنفيذها يمكن تدخل في أرقام أكثر، تصل إلى مجموعهم مع بعض تريليون جنيه. وها نحن اليوم نشهد نجاحاً جديداً كتبته أيادي المصريين المخلصين في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، فتعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، مستهدفين في ذلك الوصول إلى الأسر والفئات الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور. شعب مصر العظيم منذ 9 سنوات واستجابة لندائكم شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن. مستعينا على هذه الأمانة بالله ومعتمدا على ثقتي في قدرات المصريين ومتيقنا بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ساعيا من أجل رفعة ورقي هذا الوطن بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة، وعلى قدر الصعوبات والتحديات التي واجهتنا لإعادة مصر لمسارها الصحيح بقدر ما كان العزم والإصرار على خوض غمار هذه التحديات لتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والنماء. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم لفاصل سريع، لكن صباح الخير يا مصر لسه مستمر مع حضراتكم، انتظرونا. بنرحب بحضراتكم مرة تانية ومعاكم دلوقتي صباح الخير يا مصر من طابة عشان نحتفل معاكم بالذكرى 34 لاسترداد طابة. صحيح بنتكلم عن هذا الانتصار ورجوع هذه الأرض مرة أخرى لمصر، لكن الانتصار ما بيقفش هنا، الانتصار كمان يلزمه تنمية، يلزمه تطوير، يلزمه الاهتمام بكل ما يتعلق بالإنسان المصري. يمكن دي من أهم أهداف وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. أهميتها يمكن هي في المجمل معنية أكتر بالاستثمار في البشر. لما نيجي نتكلم عن الاستثمار في البشر ده معناه مشروعات
مهمة جدا وكبيرة وتطوير كبير جدا في قطاع التعليم، أيضا استغلال النشأ وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية حتى الاهتمام بمواهبهم، لأن هم اللي بيعتبروا فيما بعد هم سفراء مصر وهم قوتها الناعمة. خلينا نعرف مع حضراتكم إيه اللي حصل في هذين القطاعين تحديدا، التربية والتعليم والرياضة أيضا في جنوب سيناء. معانا الأستاذ محمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء، أيضا الأستاذ محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء. صباح الخير على حضراتكم، نورنا في صباح الخير يا مصر، كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك طيبة وشرفتونا، وكل سنة والشعب المصري كله بخير وسعادة بعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء وذكرى ارتداد طابع الحبيب. اهلا بيكم. اهلا بيك. طيب في البداية هبدا مع حضرتك يا استاذ محمد، واحنا بنتكلم عن قطاع التعليم، هو قطاع مهم جدا، قطاع كمان بيؤثر بشكل مباشر في الانسان، واحنا بنتكلم عن هذا القطاع تحديدا، ايه اللي حصل في جنوب سيناء في التعليم تحديدا؟ حقيقة الحمد لله، يعني جنوب سيناء بتسير بخطى ثابتة بتنفذ خطة الدولة المصرية 2030 في قطاع التعليم، سواء بتطبيق المناهج الجديدة اللي بدأناها من 5 سنوات وصلنا إلى الصف الخامس هذا العام، أو في نظام تطوير امتحانات الثانوية العامة، وده ماشيين بخطة ثابتة من كل الاتجاهات، نزود التطبيق العملي داخل الميدان أو من البنية التحتية المناسبة سواء للثانوية العامة أو للمباني اللي بيطبق فيها النظام الجديد المنهج القائم على تنمية المهارات الحياتية للطفل وبناء الشخصية المتكاملة، اللي بتمد من خلال المنهج ده بيمد مجموعة من المعارف المتكاملة، إلى جانب أيضا بيهتم بزاوية اللي هي بناء شخصية قوية تستطيع أنها تعتمد على نفسها، تقدر تفكر ما تحفظ. ده اللي وصلنا ليه السنة دي للصف الخامس، وكان ليه مردود أثر طيب، لأن المنهج بيعتمد أصلا على ممارسة الأنشطة من جميع زواياها حسب رغبات الطلاب، ومعد اعداد يتفق مع المعايير العالميه. الحمد لله يعني قطعنا شوط كبير فيه، الى جانب ملف التعليم بيحظى باهتمام جيد او على اولويات سياده المحافظ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبيدعمه دعم متميز، ويمكن حضرتك هو اطلق مبادره لتعريف طلاب مدارس جنوب سيناء بإنجازات الدولة المصرية بالمشروعات القومية من 2014 حتى يومنا هذا، والمبادرة دي يعني الحمد لله يعني كانت هنتكلم عن تفاصيل هذه المبادرة لأنها مهمة جدا. لكن خليني أروح لأستاذ محمد فتحي، يعني واحنا بنتكلم عن استغلال النشأ واستغلال طاقتهم اللي بالحقيقة كبيرة جدا، ايه اللي حصل في مجال الرياضه تحديدا في جنوب سيناء؟ مراكز الشباب اعدادها كانت ايه، دلوقتي بقت ايه؟ لو تقول لنا التفاصيل اللي حصل يا فندم. هو في الفترة الأخيرة الحمد لله البنية التحتية في كل مراكز الشباب، هي مش الموضوع ان انت ما بقاش عندك مركز شباب وما فيهوش امكانيات داخلية، لا طبعا مركز شباب مؤهل ففكرة التطوير اللي حصلت، احنا طورنا تقريبا 100% من مراكز الشباب اللي موجودة، بي عندنا كل المراكز الشباب فيها ملاعب نجيل صناعي، بي عندنا مكتبات موجودة فيها صالات كمبيوتر، ده بيتيح التنمية المستدامة، وبنساعد قطاع التربية والتعليم ان الولاد يقضوا وقتهم في مكان يليق بيهم، بيقدم لهم خدمة رياضية ثقافية فنية كويسة. يمكن الحمد لله احنا الناتج ده ظهر ان بقى عندنا ابطال جمهورية في كذا لعبة، يمكن كان عندنا احنا ما كناش على الخريطة الرياضية في الالعاب المختلفة، ولكن في الفترة الاخيرة الحمد لله بقى عندنا ابطال جمهورية، ويمكن كمان الجديد ان المرأة السنوية بقت بطلة جمهورية في المصارعة، بقت بطلة جمهورية في الجمباز، وده شيء كويس في الخطة اللي احنا ماشيين بيها. يمكن احنا عندنا ابطال الجمهورية لسه في الناشئين يعني تحت 16 سنة، ولكن وجودهم وتواجد ان في ابطال من جنوب سيناء مع بعد هذه المسافات الكبيرة بيننا وبين القاهرة مثلا، وجود الابطال دول في اماكن زي جنوب سيناء ده حاجه كويسه طبعا. يمكن أكيد. يعني الدكتور اشرف صبحي واللي هو خالد فوده يعني مدعمين جدا لكل الابطال الرياضيين اللي موجودين على ارض جنوب سيناء، ويمكن سياده المحافظ كمان عامل مكافاه ماليه وتكريم لاي بطل بياخد اول او ثاني او ثالث على مستوى الجمهوريه في كل الالعاب. يمكن مؤخرا كمان ولادنا البدو اصبحوا كمان ابطال جمهوريه في الكيك بوكس،
ويمكن احنا الرياضات اللي فيها الولاد مميزين شويه عشان الطبيعه الجبليه والسنويه الحمد لله احنا ركزنا عليها في الفتره الاخيره وابتدينا ان احنا نطورها وابتدينا ان احنا ناخد بالنا زي ايه الرياضات دي؟ يعني الكونغ فو، الكيك بوكس، المصارعه، الملاكمه، يمكن الطبيعه الجبليه شويه مديه الحديه في الطبيعه للولاد والنشء، واحنا استغلينا ده ان احنا نطوعه في الرياضه، نطوعه الفايده ليهم، نطوعه ان هم يبقوا ابطال جمهوريه، وبنامل ان شاء الله ان يكونوا كمان عنوان لمصر كلها في المنتخبات القوميه باذن الله. بإذن الله. طيب هرجع مره اخرى استاذ محمد عقل، حضرتك خلال حديثك تطرقت لمبادره ومسابقه اطلقها كمان طبعا سياده المحافظ خالد فوده، معنيه اكتر برفع الوعي عند الطلاب باهميه المشروعات والتنميه اللي بتحصل دلوقتي في مصر بشكل عام، كمان فكره انه رفع الوعي او ان احنا نعرف ولادنا تاريخ مصر، ازاي مصر قدرت انها تسترد حقها مره ثانيه. عايز اسال حضرتك عن هذه الخطه، وعايز اعرف كمان من حضرتك ردود افعال الاطفال ايه لما بيعرفوا اكتر ان كان حتى عن تاريخ مصر او عن المشروعات اللي بتقام حاليا. ده حضرتك اللي تم بالفعل، وكان هدف المبادره لسياده المحافظ اطلاقها رفع الوعي لدى الطلاب مدارس جنوب سيناء بالمشروعات، وخاصة ان جنوب سيناء بتحظى بكم كبير من المشروعات القومية على ارضها، وده عملناه يعني من خلال زيارة لايف للاولاد وشافوها بنفسهم. ولكن الهدف الاسمى للمبادرة لسيادة المحافظ ان طبعا حضرتك عارف تطور التواصل الاجتماعي والفيسبوك والدعوات اللي ظهرت مؤخرا بتقلل من قيمة هذه المشروعات، فهو عاوز ندي جرعة من الوعي لأولادنا ان هم يفتخروا بهذا الوطن وهذه الجمهورية الجديدة، ويكونوا أهل لها في المستقبل، يحافظوا عليها ويزودوا ان شاء الله في المستقبل لما يكون كل منهم في مجاله وفي في في تخصصه يقدر يدي لهذا الوطن زي ما هو جهز له جمهورية جديدة. وفي نفس الوقت المردود اللي حضرتك بتسألي عنه بالنسبة لأولادنا الطلاب كان هائل جدا، وتفاعل كم الأنشطة اللي نفذوها على مدار المسابقة كان بيعبر فعلا على ان هؤلاء الطلاب على مستوياتهم التعليمية المختلفة، بداية من كي جي 1، اللي تتخيل ان كي جي 1 كان مشاركة بأعمال في هذه المسابقة لحد ثالثة ثانوي، يعني عندي مرحلة ابتدائية وإعدادية وثانوية كله شارك في هذه الفعاليات. ايه بقى الأنشطة؟ الأنشطة دي كلها عبارة عن كل الأنشطة اللي اشتركت فيها، سواء الشعر أو التربية الفنية أو الموسيقى، كل دي تحولت لأعمال فنية تعبر عن المشروعات القومية، سواء بمكتات محاكاة للمشروعات اللي تمت زي مثلا جامعة الملك سلمان هنا عندنا، زي الطرق والكباري اللي تمت في مصر كلها، زي المحطات تحلية المياه في الثمان مدن عندنا في جنوب سيناء، كل دي كان عبارة عن مكتات. لما الولاد لما تفاعلوا وشافوا المواقع الفعلية لهذه المحطات وهي بتنتج المياه من مياه البحر، المياه المحلاة، عملوها مكتات بكل تفاصيل الإنتاج، والشعر ترجم إنجازات دولة في ربوع مصر كلها. مش يعني الجميل ان هو بيتكلم عن المشروعات المصريه مش في جنوب سيناء بس، لا ده في كل جزء من هذا الوطن طبعاً. كان في انجاز، كان في اولادنا عارفينه، سواء في الطاقه البديله والطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده، كل ده كان بيتكلموا عنه ويظهر في اعمالهم، ومازال الزخم هذا موجود في اولادنا ومدرستنا، لان طبعا انت عارف ان وزاره التربيه والتعليم بتوعنا جامد بالانشطه، ومعالي الوزير خصص هذا العام يوم للنشاط، يوم رياضي، وده طبقناه بالفعل، وده عمل حراك جيد وجذب الاولاد للمدرسه، ويمكن احنا الحمد لله عندنا نسبه حضور جيده جدا، يعني بتصل 90% في كل مدارسنا. ويعني خطه الدوله المصريه طموحه جدا في التعليم، لأن دي أحد تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التربية والتعليم حينما أعلن في جامعة القاهرة في المؤتمر الشباب إن إحنا هنعيد بناء شخصية المواطن المصري، وكان الطفل المصري من حقه في التعليم
ان هو نبني شخصيته زي ما قلت لحضرتك من خلال منهج طبعا يمكن ده الهدف الحقيقي الهدف الاسمى اللي بيتم على اساسه هذه المشروعات. طيب استاذ محمد حضرتك تحدثت عن فكره تاهيل مراكز الشباب وايضا حتى يمكن من خلال البنيه التحتيه ويعني عده نقاط. عايز اسال حضرتك عن فكره تاهيل هذه المراكز الشبابيه كمان لذوي الهمم. هو زي ما حضرتك تفضلت كده احنا عندنا ملف ذوي الهمم ملف واخد اهتمام كبير جدا من وزاره الشباب والرياضه، ويمكن احنا عندنا مشروعات كتيره جدا ومش مهتميه بس بالرياضه. احنا عندنا مكتب الفنون لذوي القدرات والهمم ده بيوصلهم ان هم كمان يرسموا ويطلعوا الطاقات الفنيه اللي موجوده. احنا الحمد لله عندنا ابطال برضو في الرياضه، عندنا ابطال في السباحه من ذوي الهمم، عندنا في الشلل الدماغي موجودين، عندنا فرقه قدم لقصار القامه. الفكره ان احنا ذوي القدرات والهمم ليس الاهتمام بهم رياضيا فقط داخل مراكز الشباب والمنشآت الرياضيه، ولكن احنا بنهتم بهم فنيا وثقافيا ويمكن في عروض فنيه كمان. يعني احنا عندنا مسابقه كبيره على الوزاره بتتبناها في العمل المسرحي، ويمكن الجميل في الاعمال المسرحيه ده بيكون بالمشاركه مع مديريه التربيه والتعليم ولا ده جزء منفصل؟ ده جزء منفصل شويه، لان برضو في ذوي الهمم اعمارهم مختلفه، في منهم من يعني قضى الفتره التعليميه بتاعته وتخرج. احنا برضو مهتمين بالفئه ديت كويس جدا. يمكن عندنا كمان ذوي الهمم الحركي والفكري، احنا مخصصين لكل فئه النشاط بتاعها. الحمد لله الجميل بقى في الاعمال الفنيه ديت ان احنا بندخل معاهم الاصحاء، بنعمل الدمج. فكره الدمج ديت عشان هو ذوي القدرات والهمم ما يحسش ان هو مختلف، لا هو مختلف بقدراته اللي موجوده عنده والمكنونه واللي احنا بنحاول نطلعها. حضرتك تتخيلي ان مثلا طفل بيشارك في مسرحيه، بيسافر مسابقه كمان ان هو في اطار مسابقه، بيبقى مستني النتيجه. في كمان الفنون الشعبيه ليهم مسابقه في الفنون الشعبيه، في كمان الرسم والغنى، ويمكن عندنا اولاد كمان مميزين جدا في التعليق الرياضي. يعني فكره التعليق الرياضي ان هو دي موهبه كمان طبعا ومهتم بالجزئيه ديت، انما يعني بتظهر كمان ان عندهم قدرات مكنونه ومواهب مكنونه. احنا كمان يمكن عندنا حاجه كبيره جدا مهتمين بها في جنوب سيناء، يمكن مش القياده السياسيه بس في جنوب سيناء، في جنوب سيناء لا، ده القياده السياسيه في جمهوريه مصر العربيه، وهي احياء التراث الرياضات التراثيه. عندنا مضمار الهجن، وديت رياضه الهجن موروث طبعا ثقافي ورياضي لقطاع كبير جدا من ابناء القبائل على مستوى الجمهوريه. احنا انشانا في جنوب سيناء اكبر مضمار في الشرق الاوسط يضاهي المضامير اللي موجوده في السعوديه او دول الخليج عامه، ويمكن احنا في القريب العاجل ان شاء الله ليها طبعا اصلا باع طويل في هذا في هذا المجال في مضمار او في هذه الرياضه تحديدا. ويمكن الاجمل ان احنا بدانا من حيث انتهى الاخرون. يعني كانت الفكره اللي موجوده عند القياده السياسيه سواء سياده الوزير المحافظ او سياده الدكتور اشرف صبحي ان احنا نبتدي اقوياء ونبتدي من حيث انتهى اخواتنا في الخليج، نستفيد بالخبرات يعني في خبرات الخليج. طيب هرجع مره اخرى لاستاذ محمد عقلي، يمكن حضرتك كمان تحدثت عن فكره نسبه الحضور اللي تخطت 90%، لكن احنا يعني يبقى عندنا كده انطباع عن تسرب يعني تسرب من التعليم خاصه في سيناء او في المحافظات الحدوديه بشكل عام، وخاصه النسبه الاكبر بتكون للفتيات. تمام، احنا الحمد لله سجلنا اقل نسبه تسرب على مستوى مصر جنوب سيناء، وده ما وراه برضو مجهود طيب جدا جدا من سياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، انه تبنى من عامين فكره تعليم البنت البدويه والوجاد اتاحه للتعليم داخل الوديان من عادات والتقاليد بتمنعها الانتقال من مكان لاخر عشان تتعلم، وده اللي قدرنا بمجهود سيادته رجال الاعمال المخلصين وان احنا نوجد 16 مدرسه داخل التجمعات الكبيره والصغيره عشان نعمل اتاحه للتعليم.
ومش بس كده احنا وصلنا للتعليم لإتاحة داخل الوديان ان احنا البنت نوصلها انها تحصل على دبلوم تجاري او دبلوم زراعي، ودول اللي قدرنا نوفرهم داخل الوديان الجبلية زي وادي مندر في شرم الشيخ هنا والطرفة في كاترين فيها زراعة وفيها تجاري، وكذلك في راس سدر وبورديس، يعني غطينا. وده عمل يعني عمل نقلة نوعية فعلا في تعليم الفتاة في جنوب سيناء وخاصة من قطين الوديان، وبدأت وصلنا ان احنا بتلتحق بالجامعات وناس تخرجت من دبلوم التجارة في وادي مندر، فتيات طالبة بعينها يعني وصلت أصرت والتحقت هذا العام الدراسي بجامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ. أخيرا أستاذ محمد فتحي، وسريعا جدا يعني عذرا لضيق الوقت، حضرتك تحدثت عن كمان نقطة مهمة جدا وهي فكرة إقامة فعاليات رياضية دولية في محافظة جنوب سيناء. هو حضرتك احنا عندنا بنية تحتية قوية جدا في المنشآت الرياضية في شرم الشيخ، الفترات اللي فاتت كلها كنا بنستضيف بطولات دولية وقارية، يعني في بطولات وصلت ل 91 دولة، لكن الجديد بقى اللي احنا بنفتح سوق للسياحة جديد جدا على أرض شرم الشيخ وهي سياحة المعسكرات الرياضية. احنا كان يمكن في شهر فبراير اللي فات كان عندنا منتخب الإيطالي للمياه المفتوحة عمل معسكر الإعداد بتاعه طول شهر 2 وجزء من شهر 3 كمان، وأعقبوا الفرق إيطالية زي نابولي في السباحة عملت معسكرات الإعداد بتاعتها على أرض شرم الشيخ. الفكرة إن في أبطال أولمبيين كانوا موجودين على أرض شرم الشيخ بيتدربوا للأولمبيات اللي جاية إن شاء الله. طبعا كل لاعب دولي عنده ملايين الفولورز طبعا أكيد، فكرة ان هو يتحرك في شرم الشيخ يتحرك جوه المنشآت بتاعتنا الرياضية ويتصور ويبعت ويعلن عن الأماكن اللي هو كان موجود فيها على الفيس بتاعه، ده الفولورز ده بنعمل دعاية للسياحة طبعا، من أفضل أنواع أو خطط الترويج لمصر أكيد، ويمكن ده كمان ترويج فعلي يعني بيشوفوا المعاملة وبيشوفوا حتى وبيتابعوا آراء كمان الرياضيين زي ما حضرتك تحدثت. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، أستاذ محمد عائل مدير مديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء، أيضا أستاذ محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء. كل سنة وحضراتكم طيبين وبركاتكم طيبة يا فندم، متشكرين وشرفتونا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا لسه مستمرين معاكم في هذه الحلقة الخاصة من طابة للاحتفال بالذكرى 34 باسترداد أرض طابة. أما الآن فنعود مرة أخرى لزملائي في الاستوديو بسنت وأحمد عبد الصمد. شكرا لك يا جمانة، والشكر طبعا موصول لكل ضيوفك الكرام. أكيد حديثنا عن استرداد طابة لسه مستمر، والاحتفال بعودة طابة للسيادة المصرية في 19 مارس هو في حياة الأمر تكريم للإرادة المصرية الصلبة يعني الصمود البطولي اللي تم خلال هذه الفترة تحديدا، لأن مصر أثبتت للعالم كله أن الأراضي المصرية ما بتقبلش أبدا للتجزئة. احنا النهاردة بنحتفي مش بس بالدبلوماسية المصرية أو بالانتصارات أو بإرادة المصريين الانتصار في قضية استرداد طابة وعودة الحق لأصحابه، بيرجع لكفاءة المفاوض المصري وتكاتف كل قيادات وأجهزة الدولة في إدارة الأزمة والاحتكام للشرعية الدولية والقضاء الدولي. 34 سنة على تحرير طابة، ذكرى المعركة الدبلوماسية والقانونية الضخمة اللي خاضتها مصر عشان تأكد أحقيتها في أراضيها. ده حقيقة بسنت، ذكرى اكتملت تحديدا في النهاية بحكم هيئة التحكيم الدولي، الحكم اللي نص على عودة تلك الأراضي لمصر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن اليوم ده من الكاتب الصحفي والأديب يوسف القعيد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. حابين حضرتك في البداية تكلمنا عن أهمية طابة، يعني ليه مصر النهاردة يعني رفضت أن هي تتخلى عن طابة، وإزاي نجحت مصر في استرداد جزء عزيز ليها، ويعني حابين نعرف التفاصيل أكتر. تمام، اولا انا احييكم واحيي التلفزيون المصري واحيي الاعلام المصري ان احنا بنتذكر هذه المعركه العظيمه اللي هي كانت معركه الشبر الاخير من ارض مصر. صحيح. وتحريرها من العدو الاسرائيلي. تذكر مثل هذه المعركه
وتذكير الأجيال التي لم تعاصرها ولم تكن موجودة وقتها مسألة مهمة جدا جدا جدا، ومسألة مصيرية وأساسية في تاريخ هذا الوطن. وأنا يعني سعيد بالمشاركة، وسعيد بأنكم متذكرين هذه المعركة، وسعيد لأن حبة التراب واحدة من أرض مصر تساوي كل هذا العناء الذي تم، وتساوي هذه المعركة الدبلوماسية والوطنية والمصيرية التي جرت في أرض الواقع في ذلك الوقت. وبعتقد أن تذكر هذه المعركة مسألة مهمة، وإحنا لم ننساها عشان نتذكرها، لكن مهم للغاية أن إحنا نتوقف صحيح أمام هذه الأيام الجميلة ونتذكرها ونعيشها ونحيي ذاكرتنا، وندعو المصريين جميعا ال 103 و104 و105 مليون مصري إلى تذكر هذه الأيام الجميلة ونعيشها ونعتبرها من المعارك العظيمة صحيح التي مرت بمصر. نعم أستاذ يوسف، يعني حضرتك زي ما قلت لم ننساها ولن ننساها، لأن ده جزء من تاريخنا، ومصر في حياة الأمر هي دولة كبيرة كبيرة قوي لنا، اللي احنا نفخر بتاريخ الدولة دي تحديدا. عشان كده عمرنا أبدا ما هننسى ده، وهنظل نذكره لأنفسنا وللأجيال اللي جاية. لكن حابب أسأل حضرتك، وقت رفع العلم على طابة حضرتك كنت موجود فين؟ كنت موجود في القاهرة، وكنت يعني أعيش ذكرياتي ان انا كنت في الجيش المصري في 73. نعم. وقعدت بعدها فتره وعشت تحرير التراب الكامل، التراب الوطني من المحتل الصهيوني. نعم. طيب حابين نتكلم مع حضرتك عن يمكن اهميه القانون الدولي في حسم قضيه طابا. والله بصي، احنا في قضيه طابا بالذات استرداد الارض ورفع العلم المصري عليها، في القانون الدولي، في أساسة القانون الدولي، في الإرادة الوطنية، في أيضا فكرة أنه كل شبر من تراب مصر مهم للغاية ومهم جدا للمصريين، وعلينا أن احنا نحيي كل من لعب دور في استرداد طابة وفي رفع العلم المصري عليها وفي تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني. أستاذ يوسف، يعني في سؤال دايما كده بيتردد في ذهني، ليه طابة تحديدا؟ ليه إسرائيل كانت متمسكة بالبقعة الغالية دي على قلوب كل المصريين، وكانت يعني متمسكة بها حتى آخر نفس يمكن في المفاوضات الدبلوماسية والقانونية المصرية تحديدا؟ هي كانت معركة الإرادة المصرية والإدارة المصرية والوطن المصري والتراب المصري ومصر كلها، كانت معركة من عاش هذه الأيام أو تلك الأيام، مش عايز أقول البعيدة، لأن إحنا علينا ان احنا نتذكرها ونعلمها لابنائنا. نعم. والاجيال الطالعه ولمن يعاصروا ولمن لم يعاصروا تلك الايام المجيده في تاريخ مصر، هي معركه الاراده المصريه والوطن المصري والتراب المصري. صحيح. معركه شارك كل المصريين فيها وعاشوها لحظه بلحظه وثانيه بثانيه ودقيقه بدقيقه من أجل تحرير كامل التراب الوطني المصري في تلك الأيام. ويجب أن احنا نعيش تلك الأيام كأنها أيامنا التي نعيشها الآن. نعم. طيب احنا حابين نعرف من حضرتك يمكن الصعوبات اللي واجهتنا لاسترداد طابا. احنا بنتكلم عن معركة يمكن استمرت لسبع سنين، فإيه اللي حصل في السبع سنين دول كان من صعوبات واجهتنا في خلال استردادنا أو يعني معركتنا في استرداد طابا؟ أولا كنا بنواجه وما زلنا وسنظل نواجه عدو لكل ما هو مصري ولوجدان مصر ولتاريخ مصر ولحاضر مصر ولكل ما تمثله مصر
من معاني جميلة وعظيمة يجب أن تظل حية في وجدان حتى الأجيال التي لم تعاصر تلك الأيام، اللي هم أبنائنا وأحفادنا، اللي هم يعني أصحاب الحق في الوطن، ومن يملكون هذا الوطن، ومن يعني يعتبرون أن هذا الوطن كل ذرة رمل فيه مهمة للغاية وخطيرة للغاية ومصيرية أيضا في تاريخ هذا الوطن وفي حاضره وفي مستقبله أيضا. يعني أيام جميلة وعظيمة ونادرة، ويجب أن احنا نحيي كل من دافع عن هذا الوطن، وكل من تفاوض من أجل هذا الوطن، وكل من اعتبر أن حبة رمل واحدة تساوي الوطن كله. صحيح. ككاتب وأديب بقى، تابعت إزاي ردود فعل العالم كله بعد نجاح مصر في هذه المعركة؟ أولا تعاطف العالم معانا، واعتبار العالم أن قضية طب قضية عالمية وليس قضية مصرية فقط، كان مسألة شديدة الأهمية. والحضارة اللي وقفت معانا، واللي يعني أثبتت للدنيا كلها أنه ما ضاع حق وراءه مطالب، وما ضاع حق وراءه من يؤمن به، وما ضاع حق وراءه شعب بحجم حضارة الشعب المصري العظيم، والشعب العربي اللي وقف معانا، والعالم الثالث اللي أيدنا، والعالم الأول والعالم الثاني، وأوروبا التي أيدت حقنا في استرداد أرضنا وفي رفع العلم المصري عليها. كل دي معاني مهمة جدا علينا أن احنا نتذكرها ونعتبرها علامات مهمة في الوجدان المصري والوعي المصري والإدراك المصري والوطنية المصرية. طيب، احنا معاهدة السلام بعد طبعا حرب 73 مارس 79 نصت على انسحاب إسرائيل كليا من أراضي سيناء. كلمنا يا فندم عن المخالفات اللي اكتشفتها اللجنة المصرية المكلفة باسترداد طابة، خاصة حول ال 13 علامة حدودية. تمام. يعني ده بيؤكد ان التراب الوطني طالما فيه من يطالب به، ومن يعي أهميته، ومن يعي خطورته، ومن يعي أنه حتى السنتيمتر الأخير من أرض مصر دي مسألة مهمة، ودي كانت معركة الوجدان المصري في ذلك الوقت، واللي أدارتها مصر بحكمة وبوطنية وبموضوعية وبعمل لن يتكرر مرة ثانية في تاريخ هذا الوطن الجميل. بس كانت ايه المخلفات اللي اكتشفوها المصريين او اللجنه المكلفه باسترداد اراضي طابه؟ كتير قوي من علامات الوطن ومن روح هذه البلاد كانت موجوده في هذه المكان المهم جدا 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 في تاريخ مصر. طيب استاذ يوسف، لو هنتكلم على، يمكن حضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا بأن ده كانت حاجة راسخة في وجدان كل المصريين، وحقيقة هي كمان عقيدة عند الجيش المصري، هو عدم التفرطة أبدا في يعني أي ذرة تراب من أرض هذا الوطن العظيم. يمكن النهاردة ومع تنامي حروب الجيل الرابع وتأثيرها على الدول والمجتمعات، دايما بيظهر يعني من وقت لآخر كده شائعات من المغرضين أو الحاقدين كمان على مصر ونجاح مصر اللي بتحققه، إن هم يعني مصر ممكن تفرط في تراب الوطن، مصر تخلت عن أي شبر من أرض الوطن. إيه اللي حضرتك تقدر ترد عليه كواحد معايش يعني المفاوضات، وإزاي مصر يعني بتقدم كل ما لديها من قوة، وما لديها، وهنا القوة أنا بتكلم بيها مش قوة جيش بس، لا، قوة دبلوماسية وقوة رجال قانون يقدروا اللي هم فعلا يثبتوا أن بلدنا ما بتفرطش أبدا في تراب وطنها. لا، زي ما في مغرضين، وزي ما في مرجفين، وزي ما في مستسلمين، وزي ما في عملاء، ففي أيضا وطنيين،
خاضوا المعركة حتى آخر نفس وحتى آخر لحظة وحتى آخر حبة رمل واحدة مصرية كان لابد من تحريرها ولابد من استردادها ولابد من تأكيد مصريتها وهويتها المصرية ووجدانها المصري وكونها جزء من هذا الوطن العظيم اللي هو أقدم وطن في التاريخ. أول وطن عرف في تاريخ البشرية كان مصر، وأول وطن عرفته الدنيا كان مصر، ودي معاني مهمة جدا نوصلها للأجيال التي لم تعاصرها، لأن رهاني عليهم ورهاني على الذاكرة القومية الوطنية المصرية العظيمة، هذه الذاكرة التي تعد أول ذاكرة وذاكرة في تاريخ العالم كله. والحلو يعني النهارده احنا قادرين نشوف يمكن تعلق من الجيل الجديد بطابة، يعني احنا بنشوف كتير قوي من الجيل النهارده بيروح بيزور طابة وحابب طابة ويمكن بيشكر في فكرة مش بس سينا، يعني احنا عارفين ان سينا مختلفة بطابعها عن يعني اي حاجة، لكن طابة بالذات كمان ليها طابع خاص والجيل الجديد متعلق بيها جدا، ويمكن دي من الحاجات الحلوة جدا. ومصر لن تتنازل ولم تتنازل عن اي شبر من اراضيها. كل الشكر ليك الكاتب والأديب يوسف القعيد، شكرا ليك. دلوقتي مشاهدينا الساعة 8 وده معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف، اتفضل يا دينا. شكرا لك أحمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاق مبادرة كتف في كتف تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن ما نشهده ما هو إلا تأكيد لإرادة هذا الشعب الباسل وإظهار لقدرته في تحويل المحن إلى منح والأزمة إلى نجاح. وأشاد الرئيس السيسي بجهود التحالف الوطني التي لا يمكن إنكارها على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مقدما الشكر لكل من شارك من مؤسسات وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني والتنموي. وخلال الحدث الخيري الأكبر الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أشار الرئيس السيسي إلى أن هذا المكان شهد بالأمس القريب إطلاق المشروع الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة. وأضاف الرئيس السيسي أن حياة كريمة تهدف لتحسين جودة حياة حوالي 58 مليون مواطن بموازنة تقارب 700 مليار جنيه أو يزيد. كما قال الرئيس السيسي في كلمته خلال احتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف إنه منذ 9 سنوات واستجابة لنداء الشعب شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن أو شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن مستعينا بالله على هذه الأمانة ومعتمدا على ثقتي في قدرات المصريين. وجدد الرئيس السيسي العهد بأن نمضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء لتجاوز الأزمات وتحقيق التنمية داعمين المزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن وموفرين كافة السبل لشبابنا لتحقيق مستقبل يتناسب مع طموحاتهم. أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين أعلنت فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات بلغت 2450 صوتا، بينما حصل منافسه الأبرز الكاتب الصحفي خالد ميري على 2211 صوتا. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية رئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات النقابة الصحفيين أحمد مرسي قال إن إجمالي الحضور بلغ 5062 صوتا، وإن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 4888 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 174 صوتا. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن روسيا ارتكبت ما وصفها بجرائم حرب في أوكرانيا. وأضاف بايدن أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له ما يبرره، ودعت المحكمة في وقت سابق من يوم الجمعة للقبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا، وذلك منذ الحرب في أوكرانيا في 24 من فبراير شباط 2022.
ينتهي اليوم العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر بوانئ البحر الأسود، وأكدت الأمم المتحدة أنها تفعل كل ما يمكن لضمان استمرار اتفاق الحبوب. وأبلغ مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن جريفيث من مجلس الأمن أنه جرى إحراز تقدم جيد بشأن تعهد آخر من الأمم المتحدة للمساعدة في تسهيل تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، لافتا إلى أن هناك معوقات لا تزال قائمة لا سيما فيما يخص نظام السداد. وشدد المسؤول الأممي على أنه من المهم لأمن الغذاء العالمي أن يستمر هذان الاتفاقان وتنفيذهما بالكامل. وكان الكرملين قد أكد أمس استمرار تمديد العمل بالاتفاقية لمدة 60 يوما، فيما تطالب أوكرانيا باستمرارها لضعف المدة. ورياضيا، أنعش الأهلي أماله في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيف القطن الكاميروني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بمدينة جاروال الكاميرونية، وذلك في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الثانية للمسابقة. وسجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاثة أهداف، فيما سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة 54. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق نقطتين خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن سان داونز الجنوب أفريقي المتصدر والذي ضمن التأهل لدور الثمانية. وفي البطولة نفسها، خطف شباب بلوزداد الجزائري بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بفوزه على ضيفه الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما في ملعب 5 يوليو ضمن لقاءات الجولة 5 من منافسات المجموعة 4. وسجل زكريا داروي الهدف الأول للفريق الجزائري في الدقيقة 75، وأضاف لينيل إيوالا الهدف الثاني في الدقيقة 79. وبهذا الفوز رفع بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط في وصفة ترتيب المجموعة 4 ليلحق بالترجي التونسي المتصدر ب10 نقاط إلى ربع النهائي، بينما توقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الأخير. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحب بحضراتكم مرة تانية، وما زلنا مستمرين معاكم في هذه الحلقة الاستثنائية من أرض طابة. واحنا بنتكلم عن استرداد أرض طابة، وبنتكلم عن المشروعات الكبيرة اللي بتتم في أرض طابة، ما ينفعش أبدا إن احنا نغفل أو ننسى أهل طابة، أهالينا في طابة، قبائل طابة. الحقيقة واحنا بنتكلم على كمان هذه الجهود، يعني يمكن أهل جنوب سيناء لفترة طويلة كان بيواجههم تحديات، كانوا بيعانوا بالرغم من أن كان ليهم إيد كبيرة جدا وكان ليهم دور كبير جدا وتضحيات قدموها وجهود كبيرة جدا على مر السنين، إن كان لاسترداد الأرض أو حتى في هذه التنمية اللي بتشهدها جنوب سيناء. اسمحوا لي أني أرحب دلوقتي بضيوفي الشيخ سلامة مسمح شيخ قبيلة الأحيوات، أيضا الأستاذ جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر، وكل سنة وانتم طيبين. صباح الخير عليك يا فندم، وصباح الخير على الشعب المصري كله، وبنهنى القيادة السياسية وبنهنى الشعب المصري بعيد تحرير طابة، تحرير آخر بقعة في سيناء لما كانت محتلة. طيب هبدأ مع حضرتك يا شيخ سلامة، يمكن كمان جدك شيخ مسمح كان ليه دور وصاحب كلمة السر في استرداد طابة، أيضا كمان تسليمها للجنة التحكيم الدولية حتى انتهاء المفاوضات. خلينا في البداية كده تحكي لنا يعني نبذة عن جد حضرتك الشيخ مسمح. والله هو يعني أبناء سيناء كلهم يعني ضحوا لأجل أنهم يساعدوا في استرداد كل شبر من سيناء، ويعني أهالينا في سيناء ما سابوش يعني فرصة لأنهم يسيبوا حاجة يسيبوها، وساعدوا على قد ما قدروا لما ربنا نجحنا أن احنا نعيد طابة. أنا جدي الشيخ مسمح كان معاه السك العثماني لملكية شجر الدوم اللي هو موجود عندنا هنا في طابة، وشجر الدوم ده من الأشجار المعمرة وموجود في كتب كتير في كتب تاريخ، والسك العثماني ده كان جزء من ملكية الشجر الدوم دوت، يعني هو ده ملكية شجر الدوم، شجر الدوم يعني مزروع في طابة يعني من ملكية طابة.
الاحتلال الإسرائيلي حاول كتير معه إنه يشتري شجر الدوم، إنه ياخذ الصك العثماني ده، والصك العثماني دي ملكية للأشجار من أيام الدولة العثمانية. حاولوا كتير معه بكل الطرق. طبعا الاحتلال هنا ناس كتير، كل البدو اللي كان متعاونين مع المخابرات المصرية والجيش المصري، كل دول الناس يعني تعذبوا بكل طرق التعذيب، فهم مارسوا كل طرق التعذيب علشان ياخدوا السك العثماني، ولكن هو رفض وقال لهم انا مش معايا السك العثماني. كمان الشيخ مسمح كان شاهد على العلامة 91 لما الاحتلال كان في صخرة كبيرة على العلامة 91 على نهاية الحدود هنا. الصخرة دي كان فاصل بين فلسطين وبين مصر، هم شالوها واخفوها تحت في مكان المنفذ دلوقتي. كان هو شاهد على ان العلامة دي كان موجودة في النقطة دي، ان المية اللي فوق الجبل دي يمين شمال المية لفلسطين، ويمين المية المية السيل اللي بتنزل على الجبل لمصر. وكان هو ده اللي لجنة التحكيم على العلامة 91 اللي هي مدفونة هم ناقلينها من مكانها. طيب خلينا ننتقل لأستاذ جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء. الحقيقة يمكن حضرتك مثال ونموذج لتمكين الشباب في هذه احنا بنتكلم هذه الفترة، يعني احنا ما كناش متعودين على ده، ما كانش شيء مألوف بالنسبة لنا ان احنا نشوف شاب في سن حضرتك في هذا المنصب. كلمنا عن فكرة تمكين الشباب أكتر، وفكرة أنه الشباب دلوقتي بقوا بيتولوا مناصب يمكن مهمة في جهات كمان خلينا نقول تنفيذية، جهات مهمة تقدر تقوم بدور يخدم المواطنين بشكل مباشر. بالضبط أستاذة جمانة، صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على كل أهلينا طبعا في محافظة جنوب سيناء، وكل سنة هم طيبين بمناسبة استرداد طابة العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء 34. لو تكلمنا عن تمكين الشباب يعني في الفترة الأخيرة، طبعا حضرتك يعني احنا شايفين الشباب طبعا بيتقلد مناصب رفيعة يعني في كافة يعني المؤسسات الموجودة في الدولة، سواء في الوزارات أو المحافظات أو المؤسسات بكافة أشكالها. طبعا ده يعني ده الفكر الجديد طبعا لسيادة الرئيس. القيادة السياسية بتحرص يعني كل الحرص أنها فعلا تمكن الشباب، تستقل طاقات الشباب فعلا. يعني القيادة السياسية بترى فعلا أن الشباب لديهم طاقة لابد أن تستقل، وهي تجربة. ويعني أنا من وجهة نظر الخاصة يعني فعلا هي بدأت في طور النجاح، وأنا شايف نماذج من الزملاء الأعزاء يعني في المحافظات الأخرى في الوزارات طبعا بيقوموا بمجهودات جبارة في سبيل طبعا رفعة المؤسسة اللي هم شغالين فيها. ولو تكلمت حضرتك على مستوى محافظة جنوب سيناء، يعني احنا بتوجيهات طبعا من القيادة السياسية وبفضل يعني حرص اللواء خالد فودة يعني بضرورة التواصل المستمر مع الشباب والاستماع للشباب يعني لأفكارهم ومحاولة إدماجهم في المجتمع وإدماجهم في عملية التنمية على أرض محافظة جنوب سيناء. بناخد أفكار الشباب طبعا وبنوصلها للمديريات أو للمحافظة بشكل خاص، وبيتم بلورة هذه الأفكار لترى النور لاحقا. طيب هرجع مرة تانية للشيخ سلامة. الشيخ سلامة يمكن حضرتك توليت كمان مشيخة القبيلة في سن صغير، ويمكن مش كتير مننا عارف ازاي ده بيحصل، ويمكن كمان مش متخيلين المسؤوليات اللي بتقع على عاتق شيوخ القبائل بشكل عام. والله أقول لحضرتك يعني هو انتوا عارفين ان الشباب لازم يتمكن، وده بدعم القيادة السياسية ان احنا نمكن الشباب، ودي طبعا فرصة الشباب ان هو يثبت ان هو فعلا انه قادر يدير الامور. هي فكرة ان الشيخ قبيلة سنه صغير هي بتبقى موضوع وراثة، يعني لو النهاردة حضرتك يعني لو انا طالما انا جدي شيخ قبيلة، فطالما اهل يعني القبيلة موافقين ان انا ابقى اتولى مكانه قيادة القبيلة، بيبقى الموضوع بيمشي. وده ليه ظروف كتير معينة، ليه ظروف حسب هو شيخ القبيلة اللي كان موجود، هو في توافق عليه ولا مفيش توافق عليه. كمان اللي هيبقى يحل محله بالتبعية هو شخص مؤهل ولا مش مؤهل. والحقيقة دايما الناس عندنا بتختار الصالح وتقول له توكل على الله. مسؤوليات شيخ القبيلة بتتلخص في ايه يا شيخ سلام؟
والله هي مسؤوليه شيخ القبيله. هو شيخ القبيله عباره عن همزه وصل ما بين المجتمع البدوي وما بين كل اجهزه الدوله. شيخ القبيله هو همزه وصل ما بين كل المشكله، يعني كل المشكلات اللي بتحصل في المجتمع البدوي هو مش لازم يحلها، بس في اوضاع عرفيين وفي مشايخ لكل ربع او كل قبيلة فيها مشايخها، يعني كل يعني هو شيخ القبيلة مبقاش يتولى كل الأربع، الأربع دي كل ربع ليه شيخ، وفي الآخر كل شيخ من الأربع دوت هو بيحل مشكلة ربعه أو قبيلته، لأن القبيلة كلها ملهاش شيخ، يعني زي ما بيقولوا كده إيه، يعني عندنا قبيلة متقسمة كل ربع ليه شيخ، وفي الآخر في توافق على حد معين إن هو بيبقى يدير شؤون المشكلات أو التواصل مع الدولة. الحقيقة احنا كشباب لما مسكين حاجة زي كده بيبقى دورنا اكتر ما هو قبلي، هو دور تمثيل ما بين المجتمع البدوي وما بين الجهات الدولة لتوصيل طلباتهم وتوصيل مشاكلهم. واحنا كمان عندنا الحمد لله ما الست اللي هو خالد بيساعدنا كتير، ان احنا الناس دي بيروح لها لحد الوديان، وده بيسهل علينا احنا كمشايخ طلباتهم ومشاكلهم. لا هو بياخدوها، يعني هو بياخدها منهم مباشر طبعا، بيكونوا متفاهمين بشكل اكبر كمان واعمق احتياجات ومشاكل اللي بتكون موجوده في زي ما حضرتك كلمت في المحيط الخاص بيكم، فبتكونوا اكثر تفاهما، فبتقدروا ان انتوا كمان تنقلوها بشكل افضل. بنقدر ننقل الصوره بالظبط اللي موجوده على الواقع، لان المواطن برضو دايما طلباته اكثر من الامكانيات اللي موجوده، فدايما احنا بنحاول نقلص اللي فيها مشكلات او الحاجه اللي هي تقدر تتوفر له بسرعه وفيها مشكله هي اللي دايما بنعرضها. صحيح. ويمكن كمان فكره تانية حضرتك يعني تطرقت ليها، احيانا كمان يمكن كنا بنقابل انه بيبقى فيه بالفعل مساعدات بتصل المحافظات الحدوديه، لكن ما كانتش بتقابل احتياجات المواطن في هذه المناطق وفي هذه المحافظات بشكل عام، وده اللي اتغير مؤخرا طبعا. طيب هرجع مره تانية لاستاذ جبريل. استاذ جبريل، واحنا بنتكلم عن فكره شيوخ القبائل وهمزه الوصل بينهم وبين القبائل او اهل جنوب سيناء والجهات التنفيذيه او بينهم وبين الدوله بشكل عام، عايز اعرف منك اطر التنسيق والتعاون ما بين الجهات التنفيذيه او الدوله وهذه القبائل بتكون ازاي وايه اللي بيحصل؟ في البداية طبعا احنا بنكن لكافة شيوخنا الكرام طبعا في محافظة جنوب سيناء الود والاحترام المتبادل طبعا ما بين أهالينا طبعا بدو جنوب سيناء وطبعا الجهات التنفيذية الموجودة على أرض المحافظة. طبعا الجهات التنفيذية طبعا بتحرص يعني كل الحرص أنها تشارك طبعا شيوخنا الكرام في كافة الفعاليات اللي بتحصل، وبيتم تمثيل شيوخنا طبعا في كافة الفعاليات اللي بتحصل خارج المحافظة أيضا، نظرا لدور القبائل طبعا يعني من زمن بعيد وحتى في الوقت الحاضر لما يقوموا به يعني من دور فعال فعلا في الآونة الحالية والماضية. وإحنا يعني في سبيل طبعا تصعيد شيوخ من يعني من الشباب، يعني على سبيل المثال للحصر الشيخ سلامة مسمع طبعا من الشباب، ده سبيل فعلا، ده مثال حي فعلا وعملي، يعني فعلا يعني القوة في الشباب. وبالتالي احنا في الفترة القادمة ان شاء الله بنشجع طبعا الجهات التنفيذية انها فعلا تختار شيوخ من فئة الشباب، لما للشباب من قوة جبارة فعلا في يعني تنفيذ كافة المهام المطلوبة منهم، يعني سواء على المستوى المحلي او المستوى الوطني. طبعا انا بشكر فعلا الجهات التنفيذية انها على تواصل مستمر طبعا مع شيوخنا في محافظة جنوب سيناء، بتسمع لهم بتسمع لآرائهم. يعني على المستوى الشخصي انا بلاحظ سيادة اللواء خالد فودة يعني بيسأل طبعا عن شيوخنا باستمرار، ويعني بيكون حريص فعلا بدعوتهم لكافة الفعاليات اللي بتتم على ارض المحافظة. طبعا انا بشكره بصفتي من اهالي محافظة جنوب سيناء، طبعا هو يعني بينتظر المزيد والمزيد سواء من الشباب او من الشيوخ على ارض المحافظة. يعني لازم يكون لنا دور في التنمية في المستقبل القريب ان شاء الله، واحنا شركاء في التنمية يعني على طبعاً ارض محافظة جنوب سيناء، فبشكر كل حد شريك يعني في التنمية على ارض محافظة جنوب سيناء. كل تأكيد. شيخ سلامة، لو حبيت اسال
ايه التحديات اللي كانت بتواجه اهل جنوب سيناء بشكل عام؟ اعتقد ان حضرتك هتكون يعني الشخص الامثل اللي جاب على هذا السؤال. ايه التحديات اللي كانت بتواجهكم لو هنتكلم قبل 9 سنين من دلوقتي؟ شكل التحديات هل اختلف ما اختلفش؟ هل تم التعامل معه وظهر التحديات جديده؟ اشرح لنا الوضع كان شكله ازاي ودلوقتي في فرق ولا ما فيش، ولو في ايه اللي حصل؟ اولا عايز اقول لحضرتك احنا تقريبا السنه اللي فاتت واللي قبليها في ال9 سنين او ال7 سنين اللي عدوا دول احنا كل يوم 19 مارس بنقعد نفس القعده دي. الحقيقه دايما كنا نتكلم عن محاربه الارهاب والارهاب في سيناء وان احنا الوضع صعب في سيناء. الحمد لله الحمد لله النهارده بمجهود قواتنا المسلحه ومجهود الشرطه ومجهود ابناء القبائل وبمجهود الدوله الكبير اللي قدرنا نحقق ان سيناء تبقى نقدر نقول انها خاليه من الارهاب زي ما سياده الرئيس قال هنعلنها انها خاليه من الارهاب. وكمان الدعم اللي جاي لسيناء، الانفتاح والتنميه اللي هتحصل في سيناء، طبعا حتى على قد ما كان في ارهاب كان فيه برضه تنميه في سيناء، بس طبعا ده كان جزء كبير منه بيعوق حركه التنميه. انا عايز اقول لحضرتك احنا قبل كده قبل ال9 سنين اللي فاتوا دول احنا كنا بنعاني هنا من كل حاجه، احنا بنعاني من الطرق، احنا بنعاني من الصحه، احنا بنعاني من التعليم، احنا بنعاني من الميه، احنا بنعاني من كل الخدمات اللي هو الانسان ممكن ابسط حاجه في الخدمات يعيشها. انما الحمد لله احنا دلوقتي في ال7 سنين اللي اتحقق دوت احنا ما ننكرش مجهود الدوله وما ننكرش الدعم الكبير من القياده السياسيه سواء لشمال سيناء او لوسط سيناء او لجنوب سيناء. الحقيقه يعني لو احنا ما نقدرش ننكر المجهود دوت وانكاره ده يعني بيبقى ده دليل ان احنا ناس مش وطنيين. بس عايز اقول لحضرتك احنا انا عندي مثلا في طابه دلوقتي ما كانش كان عندي مستشفى في طابه فيها كم سرير ما يجوش 5 6 اسرار وما عنديش دكاتره. انا عندي في طابه دلوقتي 3 مستشفيات، انا عندي قريه بدويه، انا عندي تعليم اساسي، عندي 3 مدارس تعليم اساسي واعدادي وثانوي. الطرق ما بين النفق وما بين طابه انا يعني مش هقول لحضرتك 2 ساعة احنا كنا بنعاني في المسافه ديت. وصول الخدمات طبعا ده مش معناه ان احنا اكتفينا، لا احنا هنطلب لا طبعا من طبعا الدولة في الخير دايما القيادة اكيد السياسية احسن ان احنا نكون كمان يعني احنا منتظرين الافضل ان شاء الله، واحنا املنا كبير ان فعلا يجي لنا الافضل. احنا عندنا كمان قريه النقب اتضمت لمحافظه جنوب سيناء لسه سياده المحافظ كنا فيها الاسبوع اللي فات دوت، وبفضل ربنا الحمد لله وفضل دعم القياده السياسيه و محافظ جنوب سيناء بيتعمل فيها قرية 120 بيت. شوف حضرتك القرية دي من سنة 86 معمول فيها 30 بيت، احنا النهاردة بيتعمل فيها 120 بيت بخدماتهم بمدارس بمستشفيات بكل الخدمات اللوجستية اللي حواليهم. يعني فده معناه ده الدليل على المعاناة ان احنا من 86 لغاية حضرتك 2017 عندنا قرية فيها 30 بيت والمواطنين اللي فيها اكتر من 350 مواطن. احنا النهارده بيتعمل فيها دلوقتي واحنا قاعدين بيتعمل فيها 120 بيت بدوي زائد الخدمات زائد الاستكمالات اللي هتحصل فيها. فالحقيقه لا في طفره في الخدمات ما ننكرهاش. يعني الحقيقه انا سعيده بوجود حضرتك وسعيده بشهاده حضرتك معانا لانه شهد شاهد من اهلها. احنا بنشهد شهاده حق مش بنشهد شهاده يا بالظبط باطل ولا شهادة. سعيدة جدا بوجودكم معايا الحقيقة، سعيدة ان انا معايا الشيخ سلامة مسبح شيخ قبيلة الاحيوات وممثل لقبائل سيناء بشكل عام، وايضا الاستاذ جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء، هو يعني هو يعتبر الممثل الدولة او ممثل الجهات التنفيذية بالنسبة لينا، ويمكن هذا اللقاء يمثل كمان اطر التنسيق وطرق التنسيق والتعاون بين القبائل والجهات التنفيذية في الدولة. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، نورتونا في صباح الخير يا مصر، كل سنة وانتم طيبين. شكرا لحضرتك طيبة. شكرا يا فندم. شكرا ليك. شكرا. مشاهدينا هنعود مرة أخرى لاستوديو صباح الخير يا مصر في القاهرة، وعودة مرة أخرى ليك يا بسنت. نشكرك يا جمانة وبنشكر أكيد ضيوفك الكرام، ولسه مكملين مع حضراتكم احتفالنا اليوم باسترداد طابة اللي كان بمثابة معركة على كل المستويات، معركة أبطلها جندي دافع ودبلوماسي فاوض وكمان رجل
القانون كان عنده معركة تانية مع التحكيم الدولي. يعني زي ما قلت يا بسنت، هي معركة كان كل المصريين متكاتفين فيها، الدبلوماسية المصرية، الجيش المصري، رجال القانون، الكل كان كل يعني على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا، لأن المعارك دي اتكتبت بعد كده في التاريخ بحروف من نور تحديدا. خلونا نتكلم عنها تاريخيا مع الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير يا أستاذة بسنت. أهلا بيك يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين. أهلا بيك. ومصر كلها طيبة. وأنت طيب وبألف خير، وكل المصريين بألف خير، وبنحتفل دايما كده يعني بإرادة المصريين الصلبة وجهود أبناء مصر اللي دايما موجودة فعلا يعني كتف في كتف في كل حاجة. احنا النهاردة شفنا جهود يعني استثنائية. خلينا نتكلم عن يمكن استرداد طابة من زي ما كنا بنتكلم في المقدمة، انه رجال سواء رجال القانون او الدبلوماسيين او حتى الجندي المصري، حابين نتكلم عن يمكن الجهود دي كلها اللي ابناء مصر بذلوها لاسترداد سيناء. تمام. يعني زي ما حضرتك قلتي، دي كانت ملحمة كبرى ان احنا نسترد ارضنا. بس عايز ارجع لتواريخ عشان افكر شبابنا بيها. في 5 يونيو 1967 في مؤامرة كبرى تعرضت لها مصر، وسميناها نكسة لانه احنا لم نهزم الهزيمة الكاملة، ان احنا ارادتنا تقبل الوضع الراهن اللي فرضوا علينا عدونا. لكن الحقيقة من 67 ل70 أدارت مصر حرب استنزاف رائعة واستعدت للعبور. في 73 تم العبور العظيم. بعد كل حرب لازم تبدأ المفاوضات لتنتهي العمليات العسكرية، وفعلا وصلنا إلى كامب ديفيد في سنة 1979. بدأ الانسحاب من سيناء في 25 إبريل 1982. لكن إسرائيل الحقيقة يعني عملت ممحكات وحاولت الاحتفاظ بجزء من أرض مصر. هنا عقيدة الجيش والشعب المصري عدم التفريط في ذرة رمل واحدة، ولذلك أصرينا على استرداد طابة، والأمر وصل إلى التحكيم الدولي. في التحكيم الدولي أيضا كانت معركة دبلوماسية هائلة، لم تكن المسألة سهلة. دماء أبنائنا سالت من أجل استرداد سيناء، والمعركة الدبلوماسية أيضا كانت ملحمة كبيرة يعني تصدى لها علماءنا. طب دكتور جمال، يعني حضرتك تحدثت عن موضوع هام جدا، لأن كان في تفاوض وكان في جهود يمكن استمرت لسنوات، وهي معركة التحكيم الدولي كانت ملحمة. عاوزين نتكلم على تفاصيل هذه الملحمة طيلة السنوات اللي امتدت ليها يعني. تمام. إسرائيل ادعت أو حاولت تلعب في العلامة، علامة الحدود. الأمر اللي أدى إلى مطالبتنا، وهم كمان طلبوا بالتحكيم الدولي، وبدأ التحكيم الدولي، وإحنا استعدينا بفريق عظيم من الاساتذه في مختلف المجالات. كان على راسهم الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجيه، والدكتور نبيل العربي، والدكتور وحيد رأفت، والدكتور مفيد شهاب، الدكتور صلاح عامر، استاذ الجغرافيا الشهير الدكتور يوسف ابو الحجاج، استاذ التاريخ الشهير الدكتور يونان لبيب رزق، وعدد اخر من المستشارين بوزاره العدل، ورئيس هيئه المساحه العسكريه، و ايضا رئيس اللجنه العسكريه الخاصه بترتيبات الانسحاب. هنا لازم اشير الى معلومه اثر لي بها استاذنا الدكتور يونان لبيب رزق. انه الجانب الاسرائيلي كان مدركا تماما انه ليس له حق في طابة، ومع ذلك يعني حتى في الممازحات بينهم كانوا بيقولوا ان احنا عارفين ان طابة من حقكم. لكن تمت معركة دبلوماسية هائلة، وانتهى الأمر بانتصار الفريق المصري، وانتهى الأمر بالتحكيم الدولي لصالح مصر.
طب حضرتك بتتكلم يمكن عن تلاعب في الوقت ده في الحدود، وكان ليهم يعني خلينا نقول جدال معين، يعني المقابل اللي كان بيستخدمه الطرف الآخر أو بيعتمد عليه الطرف الآخر لزعم أحقيته في طابة كان إيه؟ تمام. يعني هنا وثائق جغرافية ووثائق تاريخية وحجج قانونية والأحقية التاريخية اتضحت، يعني كم هائل على فكرة من الوثائق. وطبعا مصادرها مختلفة، سواء الوثائق المصرية أو الوثائق العثمانية أو الوثائق البريطانية. وده جهد كبير جدا قام بيه أساتذتنا، أيضا كمية خرائط هائلة بتشير إلى تطور ما يعني حق ما حقيقة مصر في الحدود. وهنا بنرجع تاريخيا لمحاولة استقطاع سيناء نفسها سنة 1892 ومحاولة أزمة طابة الأخرى سنة 1906، وكل دي وثائق تم تجميعها لتثبت أنه العلامة الصحيحة بتاعتنا هي العلامة 91 واستردينا، وإسرائيل بتحاول أن تتلاعب، ولذلك جاء الحكم لصالحنا واستردينا آخر شبر في سيناء، وطابة رجعت أو سيناء رجعت كاملة لينا. شكرا دكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ جامعة عين شمس، شكرا لك. الحقيقة الحديث عن معركة استرداد طابة يعني لا يتوقف، وعشان كده احنا النهاردة في صباح الخير يا مصر حلقتنا هي حلقة استثنائية من طابة مع زميلتنا العزيزة جمانة، علشان نسلط الضوء على بطولات أهل طابة، بطولات أهل سيناء، بطولات كمان الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية يعني المصرية ورجال القانون تحديدا اللي قدروا اللي هم يعني يكونوا قد التحدي وقدروا ان هم فعلا يرجعوا آخر شبر من أرض سيناء، أرض طابة للمصريين. هنروح دلوقتي لزميلتنا جمانة مرة تانية علشان نعرف معاها هي وضيوفها تفاصيل أكتر. اتفضل يا جمانة. بنرحب بحضراتكم مرة تانية وبشكرك طبعا يا أحمد جزيل الشكر. الحقيقة واحنا بنتكلم عن كل الإنجازات اللي حصلت في أرض سيناء، وإحنا بما إن إحنا موجودين في طابة دلوقتي مع حضراتكم فهنتكلم تحديدا عن جنوب سيناء، لو هنتكلم كمان تحديدا عن كل الجهود التنموية اللي بتقوم بها الدولة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ويمكن زي ما تابعنا مع حضراتكم إمبارح يمكن احتفالية البدء في مبادرة كتف في الكتف اللي هتجوب كل محافظات الجمهورية. ولو نتكلم على جنوب سيناء وأهل سيناء يمكن زي ما احنا كنا بنقول انه أهالي سيناء بشكل عام كانوا عدوا بفترة صعبة، عدوا بفترة من خلينا نقول النسيان، لكن دلوقتي الحقيقة ده ما بيحصلش، في زخم كبير جدا وجهود كبيرة جدا وضخمة في مجال العمل التنموي، وأيضا لو هنتكلم عن العمل الأهلي والتضامن وفكرة التكاتف اللي دلوقتي بقت موجودة. خلينا نتكلم أكتر عن هذه المحاور مع ضيفنا اللي موجود معانا الأستاذ زيدان عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء. نرحب بحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. أهلا بيك. أهلا. لو هنتكلم تحديدا عن فكرة التضامن الاجتماعي، الاحتياجات اللي كان بيحتاجها أهالي جنوب سيناء في فترة من الفترات كان بالفعل بتوصل مساعدات وكانت بتوصل بالفعل بعض الجهود خلينا نقول المنفصلة أو العشوائية أو الذاتية من قبل الجمعيات الأهلية لأهالي سيناء اللي طبعا الأكثر احتياجا، لكن ما كانتش بتقابل الاحتياجات الفعلية للمواطنين دول. عايز أعرف من حضرتك إيه اللي حصل دلوقتي، إيه اللي تغير في هذا القطاع تحديدا وفي هذه النقطة تحديدا؟ هو طبعا بالنسبة للي حدث في الفترة الأخيرة، ويمكن لسه امبارح فخامة رئيس الجمهورية أطلق المبادرة كتف في كتف، وكان لها أثر فعال وكبير جدا، وتعتبر أكبر حدث حصل وأكبر مبادرة حصلت في تاريخ العمل التنموي الأهلي بالاشتراك مع كافة المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات العمل التنموي والاتحاد العام لجمعيات مصر وبعض المؤسسات. وبالفعل يمكن جنوب سيناء كان لها نصيب كبير جدا، والحمد لله كان في 11 قاطرة من قاطرات الخير وصلت إلى محافظة جنوب سيناء، وكان موجود 20 صندوق مواد غذائية
وبالفعل يعني كان حاجة جميلة جدا، بالإضافة إلى 2000 بطانية تم التوزيع ودخول برض الوديان تحت توجيهات معالي الوزيرة وتوجيهات فخامة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. قدرنا نوصل إلى الوديان والقرى الصغيرة والوديان، قدرنا نوصل لهم الكرتونة لغاية بيتهم، ويمكن ده كانت حاجة جميلة جدا. ويمكن المواطن فعلا حس بالاهتمام الدولة ان انا بقدر اخفف من عليه كاهل وساعده في ظل هذه الظروف الاقتصادية، وبالاضافة كان ليها توقيت جميل جدا في بداية شهر رمضان الكريم. أكيد. طب بما أن حضرتك تكلمت عن هذه المساعدات وفكرة الوصول للوديان والقرى الصغيرة جدا، ده حصل إزاي؟ أو آليات المساعدة كانت حصلت إزاي؟ هل فقط من خلال إيصال مساعدات زي ما حضرتك تحدثت، ولا كمان في أطر أخرى متعلقة بالتمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل وما إلى ذلك؟ هو يعني يمكن ده تم طبعا من خلال فرق العمل التطوعي اللي كانت موجودة مع القاطرات، بالإضافة إلى أن احنا كوزارة التضامن الاجتماعي قدرنا نوصل إلى كافة المستحقين والأكثر احتياجا في جنوب سيناء. يعني تعداد الناس اللي بتاخد من عندي تكافل وكرامة دلوقتي وصل إلى 5000 أسرة. يعني يمكن أنا بصرف 2,800,000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى عايز يعني توجيهات الوزارة عندنا إن احنا نخرج من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي. قدرنا فندم من خلال برامج عندنا عدتها وزارة التضامن الاجتماعي، وكل ده كان بيحدث من خلال تنسيق مباشر بين معالي سيادة المحافظ ومعالي الوزيرة، اللي قدرنا نخلق يمكن في الفترة الأخيرة وصلنا إلى برنامج عندنا اسمه برنامج فرصة. الهدف من هذا البرنامج ان انا بديله فرصة انتاجية، بدل ما انا بديله دعم نقدي، بالاضافة للدعم النقدي بديله فرصة انتاجية. من خلال هذه الفرصة الانتاجية ان انا بوفر له مشروع يقدر يتعايش به مجانا يعني. ويمكن الوزارة عندنا بتعد هذه البرامج، كل محافظة لها طبيعة خاصة في ازاي اوفر له الفرصة طبعا. فكان انسب حاجة بالنسبة لنا هنا في الوديان والقرى اللي هي تربية الماعز. فقدرنا نوفر لكل أسرة 3 رؤوس من الماعز، وفرنا له كمية من الأعلاف تغطي أكل هذا المشروع اللي هو الماعز لمدة 4 أشهر. بيحصل عملية إنتاجية كده بيستفاد منها المواطن، بالإضافة إلى يمكن مع الوزيرة قالت الدعم النقدي يستمر موجود على أساس هي عايزة تساعده أكتر إن هو يبقى منتج ويحس بالإنتاجية. عملنا برضه فندم حاجة تاني عشان نحسس إن المواطن إن إحنا مهتمين بيه أكتر، عملنا شقين، شق المشروطية التعليمية والمشروطية الصحية. عملنا يعني تضافر الجهود بين وزارة التربية والتعليم على إن الأولاد اللي هم تابعين للأسر الحاصلين على دعم نقدي من برنامج وتكافل وكرامة يتم متابعتهم تعليميا، عشان نحس المرأة والزوج اللي هم موجودين معاهم على الاهتمام بالتعليم. قدرنا نحسسهم برضو على الاهتمام بالمشروطية الصحية من خلال التوجه إلى الوحدات الصحية للكشف المبكر وهكذا. برضه عشان أوضح النقطة دي يا فندم، يعني المشروطية التعليمية دي يعني الأسرة اللي بتحصل على دعم تكافل وكرامة لازم يكونوا أولادها بيتعلموا، يعني ما ينفعش أنه يبقى فيه تسرب من التعليم، صح؟ طبعا يا فندم طبعا. عشان نحسسها أن ربط الدعم النقدي لازم تهتم بأولادها، عشان أنا لو ما اهتمتش بكده مش هنطلع جيل بقى مش هنهتم بحاجة. دي حاجة. الحاجة التانية يمكن حاجة جميلة جدا يمكن لما بتحدث في محافظات كتير، يمكن توجيهات برضو معالي المحافظ مع معالي الوزيرة ما بتتأخرش خالص. عندنا في حاجة اسمها تكافؤ الفرص التعليمية، ده برنامج عندنا تكافؤ. في بعض الأولاد ليس لديهم القدرة على سداد المصروفات التعليمية. احنا لغاية دلوقتي خلال يمكن السنة دي والسنة اللي فاتت مسددين أكتر من 2,000,000 جنيه بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء، بنسدد لهم بنفسنا، بالإضافة إلى أن كل الأولاد اللي موجودين عندي في تكافل وكرامة بيعفوا تماما من المصروفات الدراسية.
عشان استمرار العمليات التعليمية ده ليه شق كبير جدا. يعني سداد المصروفات ده مختلف أو منفصل عن التلاميذ اللي بيتعلموا أو ضمن تكافل وكرامة. تمام يا فندم. يعني ممكن واحد ما بياخدش تكافل وكرامة أو الشروط ما بتنطبقش عليه التكافل وكرامة لكن أسرته غير قادرة على سداد المصروفات. سداد المصاريف. عملنا يمكن حاجة تانية جميلة جدا، يمكن أنا من وجهة نظري دي أحسن حاجة تمت من التنسيق برضو بين معالي الوزيرة اللي أول ما سمعت هذا الموضوع على طول نسقت مع سيادة المحافظ ووفرنا الدعم المالي لتوثيق الزواج. في بعض الأسرة محتاجة وأسر من الأولى بالرعاية لكن ليس لديها الأوراق الثبوتية التي تؤدي لأن أربط لها مساعدة تكافل وكرامة. ليه؟ لأن مش ما فيش توثيقة زواج. فبالتالي عملنا يمكن لغاية دلوقتي أكتر من 200 حالة توثيق زواج على مستوى المحافظة وما زلنا شغالين في هذا البرنامج. دي نقطة مهمة جدا طبعا. عشان من خلالها السيدة أو الأسرة هتقدر تاخد مساعدة تكافل وكرامة من عندي، هتقدر تاخد حقوقها، هتقدر تقدم تاخد قروض من البنك، هتقدر تعمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر من خلالها ما كانش أي معاها أي حاجة. طبعا صحيح، وحب ده بيتوافق كمان يا فندم مع فكرة أنه مصر الآن تتبنى وجود قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، فده كمان يعني يتفق معها وشيء مهم جدا. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ زيدان عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة طابة، بشكر حضرتك جزيل الشكر، نورتنا في صباح الخير يا مصر، كل سنة وحضرتك طيب. شكرا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. أيضا هذه الحلقة الاستثنائية من طابة والاحتفال بالذكرى 34 باسترداد طابة. مشاهدينا في كل مكان بنرحب بحضراتكم مرة تانية وما زلنا مستمرين معكم في هذه الحلقة الاستثنائية من طابة. اتكلمنا مع حضراتكم في الفقرات السابقة، يمكن اتكلمنا عن قطاع التربية والتعليم، اتكلمنا عن قطاع الرياضة، اتكلمنا حتى عن التضامن الاجتماعي، لكن أيضا من ضمن القطاعات الهامة جدا الحقيقة هو قطاع الصحة. هذا الملف الحيوي اللي يمكن الدولة حرصت على تطويره وتنميته بشكل كبير جدا، لكن واحنا بنتكلم عن هذا الاهتمام وهذه الرعاية اللي بتستهدفها الدولة في هذا القطاع عشان توفر كافة الخدمات لمواجهة كمان الأمراض المستوطنة والمزمنة، في نقطة هامة جدا وهي فكرة التأمين الصحي الشامل. خلينا نعرف أكتر عن هذه الخدمة وما تقدمه وزارة الصحة لأهالي جنوب سيناء، وإيه هي كل التطوير اللي حصل في هذا القطاع لو هنتكلم عن جنوب سيناء تحديدا. رحبوا معايا بالدكتور احمد السبكي رئيس هيئه الرعايه الصحيه، منورنا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين، ولو تسمحي لي حضرتك قبل ما نبدا طبعا ان احنا بنقدم كل التحيه طبعا والتهاني لكل اهالينا في محافظه جنوب سيناء بمناسبه العيد القومي، وطبعا ذكرى طيبه وذكرى كل مصر بيفخر بيها، ذكرى تحرير طابة احد البقاع الهامه جدا جدا للدوله المصريه. زي ما حضرتك ذكرتي طبعا خطة الدولة في التنمية الشاملة في الحقيقة ما سابتش أي قطاع، وكان قطاع الصحة في القلب منها، سواء كان من المبادرات الرئاسية اللي انطلقت في كل مصر وكان فيها نصيب كبير جدا لأهالي شبه جزيرة سيناء سواء كان في شمال سيناء أو في جنوب سيناء، وأيضا كانت محافظة جنوب سيناء أحد المحافظات المحظوظة بكونها من المحافظات المدرجة بالمرحلة الأولى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بالفعل انطلقت بشكل تجريبي في هذه المحافظة يمكن من شهر نوفمبر الماضي. طبعا هذه الخطة استهدفت ان احنا نرفع الكفاءة والبنية التحتية لعدد من المستشفيات اللي موجودة هنا في جنوب سيناء. طبعا حوالي 8 او 9 مستشفيات تم رفع كفاءتهم، وعدد من المستشفيات ايضا تم انشائهم في عدد من المراكز اللي موجودة هنا في محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى طبعا تطوير شامل يمكن كان موجود في مستشفى شرم الشيخ الدولي أحد المستشفيات الرئيسية في محافظة جنوب سيناء، حتى مستشفى طابة اللي احنا موجودين فيها النهاردة شهدت تطوير كبير جدا في البنية التحتية وإضافة عدد من الأسرة وعدد كبير من التخصصات الطبية. فضلا طبعا عن تسجيل تقريبا 80% من المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل اللي في الحقيقة هتوفر رعاية صحية كاملة وحماية مالية ضد الأخطار الصحية لكل المواطنين في محافظة جنوب سيناء، وبلغت طبعا هذه التغطية حوالي 80% من أهالي جنوب سيناء. طب 80% يا فندم، امتى هيتم انه يعني يتم تغطيه المواطنين بشكل كامل في جنوب سيناء؟ طبعا عمليات التسجيل هي عمليات مستمره، ويمكن
زي ما حضرتك أشرتي، هو بالفعل دلوقتي حاليا بيتم تقديم خدمات المنظومة من خلال 8 مستشفيات و24 وحدة صحية موجودة ومتوزعة على نطاق الجغرافي الكامل لمحافظة جنوب سيناء. يمكن الخدمات اللي تم تقديمها لأهالي المحافظة يمكن تعدت حوالي 1 مليون خدمة صحية تم تقديمها لكافة المسجلين على هذه المنظومة، وأيضا خدمات طب الأسرة اللي تم تقديمها يمكن لأول مرة في محافظة جنوب سيناء بتطبيق طبعا الفاميلي هيلث موديل أو نظام طب الأسرة. ده كان له انعكاس كبير جدا جدا على تحسن المؤشرات الصحية هنا في المحافظة، وإجراء عمليات لأول مرة تم إجراءها في محافظة جنوب سيناء طبعا من خلال الأجهزة الطبية والمعدات الطبية اللي تم استحداثها داخل المستشفيات حاليا موجودة في مستشفى شرم الشيخ الدولي وأيضا مستشفى راس سدر وقريبا جدا في مستشفى الطور ان شاء الله. يعني افهم من حضرتك يا فندم انه كل الخدمات الطبيه خلاص بقت موجوده دلوقتي في جنوب سيناء، ما فيش احتياج انه المواطن ان هو ينزل القاهره، بما احنا كنا بنتكلم بنعاني من مركزيه الخدمات فيضطر ينزل القاهره عشان يجري عمليه او يتلقى علاج، ده ما بقاش موجود. يمكن خلينا نقول 94% من الخدمات تحديدا، يعني لان طبعا في خدمات بتبقى كلفة تقديمها في محافظة زي محافظة جنوب سيناء محافظة ذات كثافة سكانية أقل، وبالتالي كلفة هذه الخدمات بتكون أعلى، ولكن خلينا نقول 94% من الخدمات خدمات نادرة جدا جدا بنحتاج ان احنا نحولها خارج نطاق هذه المحافظة، ويمكن دي طفرة كبيرة جدا لانها خففت عن اهالينا عبء كبير جدا جدا في السفر من محافظة الى محافظة اخرى لتلقي نوع معين من الخدمات، بالإضافة طبعا لكل الامراض المزمنة بيتم تغطيتها وبيتم علاجها بشكل كامل في كافة أرجاء المحافظة. طيب عدد المستفيدين قد إيه يا فندم من منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، والمستهدف قد إيه؟ حتى الآن طبعا في حوالي 120 ألف مشترك من أهالي المحافظة، طبعا هي المحافظة تعدادها حوالي 168 ألف مشترك، وطبعا زي ما قلت لحضرتك عمليات التسجيل مستمرة من خلال التوعية ومن خلال أيضا الحملات اللي احنا بنقوم بيها سواء كان على المستوى المجتمع المدني او على المستوى الاعلامي، وزي ما قلت لحضرتك طبعا في استفادة كبيرة جدا جدا للمواطن بمجرد تسجيله ان هو بيتم ربطه على احد وحدات طب الاسرة اللي احنا قلنا عليها ال 24 المنتشرة طبعا متوزعة جغرافيا على مستوى المحافظة، بيتم تسجيل المواطن واسرته، وده فرق كبير جدا ما بين التأمين الصحي في شكله القديم وفي الشكل الحديث، وفي نفس الوقت بيقدر يصرف كافة الادوية بمجرد تسجيله وبيقدر يتمتع برعاية صحية لي والأسرته ضد أي مرض من الأمراض، سواء كان زي ما قلت لحضرتك في سن أو عمر معين أو سواء كان هذا المرض بيستلزم مثلا تكلفة عالية، كل هذه التكاليف بيتم تغطيتها بشكل كامل في منظومة التأمين الصحي الشامل. طيب بالنسبة بقى لرصد الشكاوى والمتابعة بشكل عام، يمكن إحنا في فترة سابقة كنا بنعاني الحقيقة من المشكلة دي تحديدا، ممكن كنا بنشوف تطوير في قطاع معين، تطوير في هيئة معينة، ولكن بنغفل تماما فكرة المتابعة وفكرة التعامل مع الشكاوى، وحين ده من ضمن النقاط اللي تمت مراعاتها في الفترة الأخيرة ومؤخرا حسب استراتيجية الدولة المصرية الحقيقة ومنهجيتها دلوقتي. إزاي بيتم رصد الشكاوى وبتتابعوا كمان آراء المواطنين وكمان مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الطبية ليهم؟ صحيح، يمكن حضرتك لمستي نقطة مهمة جدا وهي أيضا أحد النقاط الرئيسية في الفرق ما بين النظام القديم والنظام الحديث اللي احنا حاليا الدولة بتتبناه، وهو وجود إدارة مختصة برضاء المنتفعين. هذه الإدارة مختصة زي ما حضرتك قلتي بقياس مدى رضاء المنتفع عن الخدمة، وفي نفس الوقت لو في أي مقترح لتحسين تجربة المريض داخل المنشآت الصحية بيتم من خلال هذه الإدارة، وبيتم أيضا مراجعة سواء كان المؤشرات الخاصة بجودة الخدمات، وأيضا هذا الأمر بقى مستمر وبيتم رفع هذه المقترحات، ولو في لا قدر الله شكاوى بيتم رفعها على المستوى الأعلى هنا في فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، وبيتم التعامل مع هذه المشكلات فورا. طيب بالنسبة للقوافل الطبية اللي بتنظم الى محافظه جنوب سيناء، ومن احنا بنتكلم عن قوافل طبيه يعني بنتكلم عن وديان او بنتكلم عن قرى بعيده او القرى الاكثر احتياجا، بيتم تنظيمها بالاتفاق مع وزاره الصحه؟ بيتم تنظيمها على اي اساس حسب احتياجات القريه؟ بيبقى ازاي بيتم دراسه اصلا الوضع عشان نعرف المواطنين هنا محتاجين ادويه ايه او ايه هنا الامراض اللي موجوده هنا، ده بيحصل ازاي يا فندم؟
وطبعا نتيجة طبعا المحافظة لها طبيعة جغرافية مختلفة وأيضا التركيبة الديموغرافية للمحافظة مختلفة، وبالتالي حتى طريقة تفكيرنا وطريقة تخطيطنا للخدمات الصحية كان مختلف في هذه المحافظة. ويمكن زي ما حضرتك أشرتي، يمكن احنا لأول مرة طبقنا نموذج المستشفى المتنقل كان في محافظة جنوب سيناء، وتم إطلاقها بالفعل وافتتاحها في مؤتمر المناخ. وهذه المستشفى حاليا موجودة في شرم الشيخ وبتتنقل طبقا لمستهدفات الدولة في الأوتريتش بروجرام والمسوح الصحية والحملات الصحية اللي الدولة بتقوم بها باستمرار. أعتقد أيضا وجود فكرة المبادرات الرئاسية وكيفية الوصول من خلال فرق متنقلة والعيادات المتنقلة وصولها إلى أبعد النقاط وإلى التجمعات البدوية اللي موجودة هنا في محافظة جنوب سيناء كان له أثر كبير جدا جدا، إن إحنا نحسس قد إيه للمواطن هنا في جنوب سيناء قد إيه الدولة مهتمة بيه، قد إيه الدولة يهمها إن هي توصل له في أي مكان وإن ما فيش تحديات، فكرة إن هي اللي توصل له فعلا. صحيح. يعني حتى مش بنقول إن إحنا بنأهل المستشفيات عشان أنت تيجي، لا إحنا اللي بنحاول كمان نوصل لك. صحيح. هي دي الفكرة الرئيسية اللي من فلسفتها تم الاعتماد على نموذج المستشفى المتنقل والعيادات المتنقلة وأيضا الفرق الطبية المتنقلة اللي بتجوب كل أرجاء المحافظة وبتصل للمواطن في أبعد الأماكن. خليني أكد على نقطة، أيضا كل المبادرات الرئاسية بتصل لأهالي جنوب سيناء في كل مكان. في الحقيقة المبادرات الرئاسية حققت هنا تغطية كبيرة جدا جدا جدا، وكان في تفاعل كبير جدا من المواطنين مع هذه المبادرات باختلاف أنواعها، ابتداء طبعا من فيروس سي وكافة المسوح الصحية اللي تمت، سواء كان الأمراض المزمنة للسكر للسمنة للأطفال تحت السن أو في السن المدرسي، كل هذه المسوح طبعا الأم والجنين ومبادرات صحة المرأة، كل هذه المبادرات تم إطلاقها وتم تفعيلها في هذه المحافظة وكانت استجابة المواطنين عالية جدا جدا ليها. دي نقطة هائلة الحقيقة، لأنه يمكن من خلال كل هذه الجهود وزي ما احنا بنتكلم حتى احنا يمكن الدولة اعتمدت سياسة طرق الأبواب بدلا من انها تؤهل كل ما يتعلق يعني بالقطاع، كل ما يتعلق بالمنشآت للقطاع الطبي والصحي، لكن مش فكره ان انتوا كمان تيجوا او المواطن يروح ويجدها مؤهله، لكن فكره طرق الابواب ده بيعيد مره اخرى جسور الثقه يمكن اللي في وقت من الاوقات كنا بنعاني من مشكله منها. واحنا القطاع الصحي بكل تاكيد هو قطاع حيوي، صحيح، ما ينفعش صحيح ابدا انه كنا يعني نغفله. صحيح. في أي وقت من الأوقات. أخيرا، أبرز التحديات اللي حضرتك شايفها في محافظة جنوب سيناء تحديدا في القطاع الصحي؟ يمكن طبعا الاتساع الجغرافي للمحافظة ده أحد التحديات، ولكن إحنا بنتعامل مع هذا التحدي زي ما قلت لحضرتك بالأوتريتش بروجرام أو بالحملات المتنقلة لتقديم الخدمات. يمكن أيضا يعني زي ما قلت لحضرتك كانت المحافظة لفترات طويلة جدا محرومة من التجهيزات الطبية والتخصصات الطبية نتيجة طبعا بعدها عن القاهرة، ولكن احنا حاليا بنشتغل ان احنا نوفر كافة التخصصات الطبية من خلال هيئة الرعاية الصحية في كافة المستشفيات وفي ايضا الوحدات الصحية اللي بقت منتشرة في كافة ارجاء المحافظة. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر عن كل هذه الايضاحات الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، نشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا شرف، اتفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاق مبادرة كتف في كتف تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن ما نشهد ما هو إلا تأكيد لإرادة هذا الشعب الباسل وإظهارا لقدرته في تحويل المحن إلى منح والأزمة إلى نجاح. وأشاد الرئيس السيسي بجهود التحالف الوطني التي لا يمكن إنكارها على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مقدما الشكر لكل من شارك من مؤسسات وجهة فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني والتنموي. وخلال الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أشار الرئيس السيسي إلى أن هذا المكان شهد بالأمس القريب إطلاق المشروع الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة. وأضاف الرئيس السيسي أن حياة كريمة تهدف لتحسين جودة حياة حوالي 58 مليون مواطن بموازنة تقارب 700 مليار جنيه أو يزيد.
كما قال الرئيس السيسي في كلمته خلال احتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف: إنه منذ 9 سنوات واستجابة لنداء الشعب شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن، مستعينا بالله على هذه الأمانة ومعتمدا على ثقتي في قدرات المصريين. وجدد الرئيس السيسي العهد بأن نمضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء لتجاوز الأزمات وتحقيق التنمية، داعمين المزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، وموفرين كافة السبل لشبابنا لتحقيق مستقبل يتناسب مع طموحاتهم. أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين، أعلنت فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات بلغت 2450 صوتا، بينما حصل منافسه الأبرز الكاتب الصحفي خالد ميري على 2211 صوتا. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية رئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين أحمد مرسي، قال إن إجمالي الحضور بلغ 5062 صوتا، وإن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 4888 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 174 صوتا. ينتهي اليوم العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، وأكدت الأمم المتحدة أنها تفعل كل ما يمكن لضمان استمرار اتفاق الحبوب. وأبلغ مسؤول مساعدته بالأمم المتحدة مارتن جريفيث أبلغ مجلس الأمن أنه جرى إحراز تقدم جيد بشأن تعهد آخر من الأمم المتحدة للمساعدة في تسهيل تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، لافتا إلى أن هناك معوقات لا تزال قائمة لا سيما فيما يخص نظام السداد. وشدد المسؤول الأممي على أنه من المهم لأمن الغذاء العالمي أن يستمر هذان الاتفاقان وتنفيذهما بالكامل. وكان الكرملين قد أكد أمس استمرار تمديد العمل بالاتفاقية لمدة 60 يوما فيما تطالب أوكرانيا باستمرارها لضعف المدة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأزمة المصرفية التي أعقبت انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الآونة الأخيرة آخذة في الانحسار. ويسعى الرئيس الأمريكي إلى طمأنة المستثمرين والمودعين بأن النظام المصرفي العالمي آمن، وذلك بعد أن خسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ انهيار المصرفين الأمريكيين لمتوسط الحجم خلال الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري تعهد بايدن الأمريكيين بأن ودائعهم في أمان. ورياضيا، أنعش الأهلي أماله في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه القطن الكاميروني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بمدينة جاروا الكاميرونية، وذلك في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الثانية للمسابقة. وسجل محمود عبد المنعم كهربا 3 أهداف، فيما سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة 54. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق 2 نقطة خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن سان داونز الجنوب أفريقي المتصدر والذي ضمن التأهل لدور 8. وفي البطولة نفسها، خطف شباب بلوزداد الجزائري بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بفوزه على ضيفه الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما في ملعب 5 يوليو ضمن لقاءات الجولة 5 من منافسات المجموعة 4. وسجل زكريا داروي الهدف الأول للفريق الجزائري في الدقيقة 75، وأضاف لينيو الإيوالا الهدف الثاني في الدقيقة 79. وبهذا الفوز رفع بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط في وصفة ترتيب المجموعة 4 ليلحق بالترجي التونسي المتصدر بال10 نقاط إلى ربع النهائي، بينما توقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الأخير. ختام موجز 9، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ولسه مستمرين في هذه الحلقه الاستثنائيه والحلقه الخاصه اللي بنقدمها لحضراتكم من على ارض طابا. النهارده مصر كلها بتحتفل بشكل عام، ومحافظه جنوب سيناء بشكل خاص بتحتفل بعيدها القومي في يوم 19 مارس في ذكرى
رفع علم مصر على أرض طابة طبعا بعد يمكن مفاوضات مطولة قامت بيها مصر أمام لجان التحكيم الدولية لاسترداد هذه الأرض، وكانت بمثابة آخر يمكن آخر كيلو من أرض مصر، وده يمثل ويؤكد أن مصر لا تفرط في شبر واحد من أرضها. الحقيقة الانتصار والإنجازات ما وقفتش هنا، كملنا كمان في إنجازات وتطوير حصلت على أرض جنوب سيناء، والنهاردة إحنا بنجني ثمار هذه الإنجازات وهذه المشروعات اللي حصلت على أرض جنوب سيناء بشكل عام، وأيضا طبعا التي طالت طابة بشكل خاص. دلوقتي معانا سيدة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عشان يكلمنا عن كل هذه التفاصيل. صباح الخير على حضرتك، نورنا. صباح الخير مصر، الشعب المصري، وصباح الخير يا سيناء. كل سنة وحضرتك طيب طبعا، وكل سنة وكل شعب مصر بخير. واحنا موجودين النهارده الحقيقه يمكن احنا هو بنتابع دلوقتي بدء فعاليات الاحتفال ومراسم الاحتفال بعيد جنوب سيناء القومي. قول لنا بقى يا فندم، ايه مراسم هذا الاحتفال؟ تمام. بس انا عايز اقول حاجه، ان احنا بس من هنا من ارض هذه الارض الطاهره المقدسه من مدينه طابه، من اعز بقعه تمت يعني عليها تحكيم دولي والحمد لله، ببعث رسالة يعني تهنئة أولا للشعب المصري كله بمناسبة العيد 34 لعودة طابة، وببعث رسالة لأهلي بقى ومواطني محافظة جنوب سيناء، وبنقول لهم مزيدا من التنمية. هنبدأ الاحتفالات إزاي؟ احنا بدأنا يوم الخميس في صراحة هيئات كثيرة اشتركت معنا وعلى رأسهم البنك الزراعي، طبعا 25 جهاز للعرايس مقدمين من البنك، 1500 كرتونة مواد غذائية، كان في محاضرة للسيدات البدويات ازاي تشتغل، ازاي تاخد قروض يعني بدون فوائد وتعمل بيها مشروعاتها عشان من اجل تشغيلها. في الحقيقة بعد كده كان عندنا يوم الجمعة امبارح افتتاح ثلاث موضوعات يعني يعتبروا من ما يهم الشعب، مسجد جامع في مدينة دهب. مدينة دهب يعني كانت بتفتقر لمثل هذا المكان، فيها زوايا صغيرة كده وحاجات مش يعني مكان لا تليق بدهب يعني، وخاصة احنا بدأنا نطورها من السنة اللي فاتت. صحيح. عملنا مسجد جامع تكلف حوالي 25 مليون جنيه بالمناصفة مع وزارة الأوقاف. احنا بنتعاون مع جميع الوزارات، بنشتغل مع جميع الوزارات بالمناصب. فتحنا دار مناسبات وادي مجيرح وعملهن جهاز التعمير، فتحنا بعض الطرق في مدينة دهب. وعايز أقول بقى هنا رسالة أيضا، إن إحنا مش بنهتم بشرم الشيخ بس، لا، ده مدينة دهب السنة دي مصروف عليها أكتر من 250 مليون جنيه. صحيح. تطوير وبنية أساسية. إحنا طورنا منطقة اسمها العصلة، ممشى سياحي هناك كلف 36 مليون جنيه، بيخدم السياح، الناس سعيدة جدا باللي تم في هذا الممشى. عملنا حاجة اسمها دهب سكوير على غرسو سكوير كده، مجموعة محلات ومسرح وكيدز إيريا وكلام من ده في قلب دهب، بنفتح فرص عمل وبنطور اللي في إيدينا. ده كان امبارح في دهب. النهاردة طبعا الاحتفال الرئيسي وهو رفع العلم على مدينة طابة، هي ذكرى. وبعدين زي ما أنا سمعت النهاردة الصبح إن إحنا الموضوع ده خد مننا جهد كبير قوي ومباحثات ضخمة جدا وناس تعبت، فلازم الكلام ده يظهر ولازم الكلام ده يبان. فعشان كده إحنا ولادنا جايبينهم مدارس جايبينها اهي، هنرفع العلم قدامهم، بنخليهم يحتفلوا، بنصور معاهم، بنعيد للإذهان، التلفزيون المصري يصور، بنعيد للإذهان الصورة الجميلة اللي من 34 سنة لما خدنا أرضنا ورفعنا عليها العلم. ده كان لازم. الجميل بقى كمان بكرة إن أنا جايب اتنين بقى كنت مفكرين عظام دكاترة محترمين، هيدوا محاضرتين. وهيدوها فين؟ هيدوا محاضرتين الدكتور مفيد شهاب شاهد العيان بتاع هذا الحدث، كل عام بيحضر. الدكتور سمير فرج، طبعا اتنين قامات كبيرة طبعا. قوي قامات كبيرة قوي طبعا، ولما عرضت عليهم لم يعترض أحد، وحتى اللي كان وراه ما عاد لغاه. ليه؟ هذه مناسبة عظيمة، مناسبة قومية. إن شاء الله بكرة في جامعة الملك سلمان
المحاضرتين، هيبدأ الدكتور مفيد ثم الدكتور سمير، وهما أعظم من الاثنين دول يعني يتكلموا على هذه المناسبة. الدكتور سمير يتكلم على الأمن القومي والوعي القومي والكلام ده كله. مين اللي هيحضر؟ اللي هيحضر الشباب طبعا، دي نقطة مهمة، طلبة جامعة الملك رفع سلمان. الوعي طبعا اللي هيحضر طلبة مدارس المدارس العسكرية في جميع المدن يعني نخش في 200-250 واحد. أنا يعني يا ريت هذه المحاضرة تتسجل، أو يا رب حتى تلزوني نقلها على الهواء، دي حاجة للتاريخ ودي قاعدة معانا، وإحنا الدكتور سمير موجود الحمد لله ودكتور مفيد ربنا يديهم الصحة والعافية، عايزين يستغل وجودهم الكلام دوت يسجل عندنا ويسجل في التلفزيون المصري، لأنه بيجيب خرايط وبيتكلم على نقط. يعني مش أول مرة يجي الدكتور مفيد، لتالت مرة ده طبعا لقاء يعني توعوي بنوعي الشباب. نقاط مهمة كمان يا فندم، لأنه فكرة أنه صحيح هي ذكرى مهمة لاسترداد كل ما هو ملك مصر وملحق بأرض مصر، لكن كمان فكرة طابة بجانب هذه النقطة ليها أهمية جغرافية كبيرة جدا جدا جدا، وكانت هي دي أساس كل المناورات اللي حاول العدو إن هو يقوم بيها، كل الأدلة الزائفة اللي حاول إن هو يقدمها. يمكن كمان الحقيقة لجنة التحكيم الدولية من البداية كانت قررت بحسن نية مصر الحقيقة وأحقيتها في ملكية هذه الأرض، فهي طبعا محاضرة مهمة جدا 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 جدا. وإحنا بنحرص إن نجيب بقى الشباب. أنا دلوقتي مع الشباب طبعا، يمكن مدير مديرية التربية والتعليم قال لي كان عملت مبادرة صحيح وحوزع جوائزها يوم الاثنين، ما يوم الاثنين بقى هيبقى مؤتمر شعبي هنيجي لولادنا الأبطال اللي خدوا ميداليات، ولادنا اللي بيعملوا في القدور اللي بيقولوا شعر الكلام ده كله، وبعد كده في محاضرة عن الإنجازات الإنجازات اللي تمت أولا في الدولة ثانيا في جنوب سيناء. ليه؟ لاحظت الفترة اللي فاتت بيبقى فيه تشكيك، أنا على طول حس الشارع ونبض الشارع معايا. عملت إيه؟ رحت أنا جاي عمل مؤتمر وجاي مدير الإدارات التعليمية يعملوا مسابقة وهوزع جوائز قيمة يوم 20/3 19 هنبقى مع القادة 20 هيبقى مع الشعب إن شاء الله، علشان الولاد يبتدوا هم يقولوا إيه اللي بتم في البلد. وعلى فكرة تناولوا حاجات كتيرة قوي، لأن سمعتهم وقبل وأثناء المسابقة، والمسابقة انتهت خلاص وعندنا 3 مدن هنكرمهم الأول والثاني والثالث إدارات تعليمية. ليه؟ عشان الولاد درسوا وقروا وعرفوا اتعمل إيه في البلد، حجم الطرق اللي اتعمل، حجم الأنفاق اللي اتعمل، حجم المحطات التحلية اللي اتعمل، وبعدين جوه بقى سينا الجامعة الملك سلمان الطرق اللي اتعملت المحطات التحلية، عندي 8 محطات تحلية، كل الكلام ده كله. طبعا هنتكلم عن كل المشروعات التنمويه اللي حصلت في مصر بشكل عام وفي سيناء، لانها مش بمنقع عن مصر، مش بمنقع عن مصر بكل تاكيد، لكن خلينا نروح دلوقتي لزميلنا محمود جميل عشان لنا صوره حيه من الاحتفال بعيد العيد القومي لمحافظه جنوب سيناء، ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي لزميلنا محمود جميل، اتفضل يا محمود. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بصبح على حضراتكم من أرض العزة والفخر والنصر، من أرض طابة. دايما بنكون حريصين طبعا على تواجدنا، بننقل لحضراتكم كل المظاهر الاحتفالية الموجودة في مدينة طابة، خاصة وإحنا بنحتفل بالذكرى 34 لتحرير طابة. يمكن الاحتفالات الذكرى دي هتكون مختلفة شوية، هتقتصر طبعا الاحتفالات أو هتتركز على دعم الأسر الأكثر احتياجا، خاصة مع قدوم شهر رمضان وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذه الأسر طبعا من خلال عدد كبير من المبادرات. الاحتفال يعني كان في احتفال بسيط كده امبارح أمام قلعة صلاح الدين، أهم المعالم السياحية في مدينة طابة، لدعم مواهب جنوب سيناء من الشباب والأطفال. كان في بعض الفقرات زي فقرات الشعر والغناء، وطبعا النهاردة هيكون في طبعا
كان عقب انتهاء حلقة صباح الخير يا مصر برفع العلم في ساحة العلم بحضور كل القيادات التنفيذية والشعبية. دايما المصريين بيسجلوا حضورهم في مثل هذه الاحتفالات طبعا للتعبير عن اعتزازهم وفخرهم طبعا بالجهود المصرية في استعادة مدينة طابة. طبعا في دعم كبير جدا مقدم من محافظة جنوب سيناء للأسر الأكثر احتياجا بدعم ما يقرب من 1500 كرتونة مواد غذائية هتقدم لكل الأسر في كل مدن وقرى محافظة جنوب سيناء، بالإضافة طبعا إلى جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي من خلال مبادرة كتف بكتف اللي كلنا تابعنا طبعا حضور وتشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح. محافظة جنوب سيناء بتحظى بدعم كبير من هذه طبعا المبادرة من خلال في حوالي 11 طبعا يعني 11 سيارة موجودين طبعا أو تواجدوا في محافظة جنوب سيناء لتقديم أكثر من 400 طن من المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا. ده طبعا بالإضافة إلى تجهيز 25 عروسة في محافظة جنوب سيناء بتقديم كل المستلزمات المنزلية اللي بتحتاجها طبعا العرايس في المناسبات دي. فطبعا في مجهود كبير جدا بيتم لدعم الأسر الأكثر احتياجا خاصة مع قرب شهر رمضان، وسيستمر هذا الدعم يعني حتى نهاية شهر رمضان، وده طبعا بالطبع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذه الأسر. طبعا هذا بالتزامن مع الاحتفال التنموي الذي يتم داخل محافظة جنوب سيناء بالعديد من المشروعات التنموية اللي بتتم طبعا من خلال جهاز تعمير سيناء، وامبارح كان في بعض الافتتاحات كده لمحافظ جنوب سيناء منها مسجد الهدى في مدينة دهب، وطبعا يعني افتتاح طريق مبارك دهب بطول 2600 متر. ده بالإضافة إلى إقامة دار مناسبات في وادي محيرج، هذه الدار طبعا يعني تستقبل كل الاحتفالات والمناسبات الخاصة بالتراث البدوي والتراث السيناوي الخاص بأهالي محافظة جنوب سيناء. فالحقيقة يعني كمان في هنا يعني بالنسبة للمكانة السياحية لمدينة طابة في تواجد للسياحة كبير جدا في مدينة طابة، فطبعا احنا كل هذه الأجواء بنحتفل وبنعتز وبنفتخر بهذه الذكرى بعودة طابة طبعا في مارس 1989 وحتى اليوم، وهنفضل طبعا نحتفل ونعتز بهذه الذكرى الغالية على قلوب المصريين، ولا يمكن أبدا طبعا نفرط في حب التراب من أرضنا. يمكن دي أغلب يعني مظاهر الاحتفال التي ستتركز على دعم الأسر الأكثر احتياجا داخل محافظة جنوب سيناء. من أرض العزة والانتصار من مدينة طابة برجع لك مرة تانية جمانة. محمود بشكرك طبعا جزيل الشكر. مشاهدينا ما زلنا مستمرين مع حضراتكم وما زال حديثنا مستمر مع سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وما نحن بنتكلم دايما عن اهتمام الدولة المصرية بالطاقات والموارد البشرية واستغلال طاقتها والاهتمام بالمواهب وتنميتها، معانا كمان دلوقتي ضيف صغير سنا لكن صاحب موهبة تبشر بالخير وصاحب موهبة كمان كبيرة، هو علي حسن. ازيك يا علي؟ الحمد لله. عندك كم سنة؟ عندي 13 سنة. 13 سنة؟ طيب خليني بقى يعني قبل ما نشوف موهبة علي مع حضراتكم خليني أقول لكم على موقف أنا شاهدته بنفسي. يمكن امبارح كنا موجودين، احنا وصلنا امبارح مدينة طابة وكنا موجودين يعني في بدء لفعاليات الاحتفال بالذكرى 34 باسترداد أرض طابة والعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، فكنا موجودين في احتفال أو حفل عشاء يعني صغير بيضم أهالي مجموعة من أهالي جنوب سيناء وأهالي طبعا طابة، وكان سيادة اللواء موجود. والحقيقة أنه تم تقديم مجموعة من المواهب في هذا الحفل، مواهب بقى مختلفة، غناء، إلقاء، شعر، حتى يمكن رقصات الفولكلورية. واللي لفت نظري في هذا اللقاء الحقيقة هو سيادة اللواء خالد فودة. كان في بنت من ذوي الهمم كانت بتغني، وبعدها قام سيادة اللواء حياها واعتذر لها بالمناسبة انه يمكن قد يكون تاخر عليها طبعا بسبب ثقل المهام على كاهله، لكنه وعدها انه هيهتم بهذه الموهبه وانه هو هيوصل صوتها وان هو هيساعدها على قد ما يقدر. يمكن ده نموذج صغير جدا 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 عدى بعفويه شديده جدا واحنا موجودين، فده يمكن ينقل لحضراتكم
اللي بيحصل هنا، اهتمام القيادة السياسية في هذه المحافظة، طبعا ده بالتوافق مع اهتمام القيادة السياسية في مصر بالنشء وتنمية المواهب. سيادة اللواء، يمكن يعني اسمح لي احيي حضرتك على هذه اللفتة. انت عارفة طبعا دول كلهم ولادي يعني. طبعا انا بقالي معهم مدة طويلة وعارفهم بالاسم وعارف اهاليهم، ويمكن البنت دي على فكرة هي مكفوفة وصوتها رائع. سمعتها واحنا بنفتتح دهب سكوير وكافئتها وكده، انما امبارح لما تقارض تاني يعني هي بتبقى الامور مش من يعني الواحد برضو لازم بره واثنين وثلاثه على ما حد يعني يعرف ايه اللي ورا دي البنت. انا وعدتها ان انا هوصل صوتها ل وزيره الثقافه وزير الشباب والرياضه لان هو راعي الشباب. في النور والامل عندنا فرقه رائعه صحيح، وانا دعيتهم قبل كده هنا وهم عرضوا في احد المنتديات. ليه ما لا تشترك معاهم يعني؟ ما بنتنا ومصريه ومواطنه وعايشه في معانا هنا في جنوب سيناء. فانا وعدتها ان شاء الله ان انا هوصل صوتها للمسؤولين. مش دي بس، في مجموعه كبيره، وفي البنت اللي اسمها اروى اللي احنا برضو اكتشفناها هنا كان عندها 9 سنين، دلوقتي ما شاء الله بقت برضو 13-14 سنة ما شاء الله. وعلى فكرة الدكتور أشرف صبحي السنة اللي فاتت خدها وضمها للكورال برضو من هنا، يعني البراعم بتطلع واحنا يعني مهمتنا ان احنا نوصل طبعا ونوصل الصوت ونرعى. هذا الولد البدوي الرائع اللي اسمه علي حسن انا اطلقت عليه الأبنودي الصغير. الأبنودي الصغير اولا في القاء الشعر ملوش زي، هتشوفوه دلوقتي في 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 كلامه وحفظه رهيب. هيقول لكم بعض من الشعر ان شاء الله. طيب علي، يعني تحب تسمعنا ايه بقى دلوقتي؟ هو شعر في حب مصر للشاعر هشام الجخ. اتفضل. ولا كنا نعرف الف ولا كنا نعرف به، لا كنا نعرف الف ولا كنا نعرف به، ولا شفنا عمرنا نور غير لما قمرك جه، وفضلت رمز الأمان والناس ملقياش وطن، وزرعت قمح وغطان وغلبت كل المحن، أقف انتباه يا زمان مصر الأبية أهي، لكنا نعرف ألف ولا كنا نعرف به، الدفة لو مالت نعدلها بكتافنا، اسمك في حناجرنا وأغانينا وهتافنا، مصر اللي نقشت حجر وعلمتنا العد، مصر اللي جيشها عبر، مصر اللي بنت السد، لا تعبنا يوم من السفر ولا كلم جدافنا، الدفة لو مالت نعدلها بكتافنا. هل يعني ما شاء الله زي ما حضرتك قلت طبعا سيادة المحافظ ما شاء الله إلقاء وسلاسة ده وعي، موهبة فريدة الحقيقة في إلقاء الشعر. طب بتحب مين تاني يعني غير هشام الجخ؟ هو بحب برضو في شاعر هو ايه مش هو ملازم في الجيش قال شعر برضو قصيدة برضو في حب مصر حافظها. عايز تحب تقولها؟ اتفضل. هو للشاعر محمد خليل. اتفضل. هو ملازم في الجيش. يا مصر انا قلبي عليك ما اقدرش انكر اني بحب كل شيء فيكي، ده لو كان ماليش خاطر عنديكي يبقى انا مستغني عن كل شيء ليا فيكي بناديكي، يا مصر انا جنودك انا امنك انا جيوشك، وانا الساقيه اللي لاجل عيونك وانا الساقيه اللي لاجل عيونك، كتير لفت ولا عمرها في يوم جفت، وانا القطر اللي عدى ولا وقف ولا هدى، انا اللي رفعت بيدي دول رايتك انا عزمك انا قراتك، وانا الدمعه اللي دفيانه بين جفوني حيرانه، قوليلي بس يمانه بانهي عين شايفانه، بعين الام يمانه ولا انت منا زعلانه، لا يا امي لا يا امي ما تزعليش، ده انا برضو بسمه امل، انا اجتهاد انا عمل، ما انا خلاص شبابك تمل، انا شعلة عزم وارادة وامل، يا ناس يا ناس دي امي يا ناس دي وطني يا ناس دي بلدي، يا ناس دي امي دي وطني دي بلدي،
بلدي اللي رسمتها بيدي دي بقلمين، وحبها اللي معشش في قلبي ما بين أذين وبطين، ونجمها العالي في الأفقين، ونيلها اللي بيجري في دمي من المخ للرجلين، ما هنا ومصر ما بينا حب العاشقين، أنا وهي قدر واحد ومش قدرين، ده طول ما في العباد حد ملوش قلبين، فأنا وانت يا مصر قلبه انقسم نصين، قلبه انقسم نصين، قلبه انقسم نصين. نموذج لازم يطلع ولازم يتعرف طبعا، ولازم يوصل. السنة اللي فاتت أخدوا الدكتور خالد العناني وعمل له جولة في الأقصر، وخدوا هم حضروا السنة اللي فاتت. السنة دي يمكن عشان موضوع بقى التحالف الوطني، وكان امبارح في احتفالية رائعة في مصر كلها كتف في كتف، وإحنا أخدنا من هذه الاحتفالية وبعتنا شبابنا حضروا امبارح. دي نماذج هذا طبعا. هذا الولد يعني 13 سنة طبعا يعني موهبة تستحق الاحترام وست سنين طبعا. مش هو لوحده، ده نموذج، أنا بعرض نموذج النهاردة صحيح، وانت صحيح. شفتي كذا نموذج امبارح صحيح. انا برعاهم، ما بروح مدينه بشوف الانشطه، بخليهم يتكلموا قدام المحافظ، المحافظ بيسمعهم، ببني الشخصيه صحيح، انا ببني شخصيه الولد والولاد بتوعنا هنا في المحافظه، التوعيه ووعيهم، عملت لهم المسابقه عشان يعرفوا ايه اللي تم، ما حدش ياخدهم شمال ولا حد يقول لهم انتوا اتعمل لكم ايه ولا انتوا لا صحيح. الكلام ده انا يعني متصدي لي تماما صحيح، والحمد لله زي ما كنت بتكلم مع سادة المشاهدين وبحكي لهم الموقف اللي شفته امبارح، يعني ده موقف واحد زي ما حضرتك قلت، ده نموذج. علي نورتنا الحقيقه في صباح الخير علي حسن، موهبتك فريده في القاء الشعر، وانا اتنبأ لك ان شاء الله بمستقبل كبير، وان شاء الله هنقابلك تاني في صباح الخير يا مصر، بس هتكون بقى يعني نجم كبير جدا ان شاء الله. ان شاء الله بنشكرك يا علي. انا ليا تملي كلمه بقولها، مصر ولاده طبعا طبعا، مصر ولاده، هذا متوقع يبقى الابنودي الصغير ان شاء الله يبقى يعني ينول، ما يكبر بقى يبقى حاجه كبيره، هيكتب هو تاريخه اعتقد، انا اتنبأ لك بدا يعني ان شاء الله. مشاهدينا مستمرين مع حضراتكم، محادثنا مستمر مع سيده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم، وما زال حديثنا مستمر مع سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. سيادة المحافظ طبعا بنرحب بحضرتك، أهلا وسهلا. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الاهتمام بالمواهب والاهتمام بالنشأ، وخلال الحلقة استعرضنا الجهود اللي بتتم في قطاعات مختلفة، قطاع التربية والتعليم، الصحة، حتى يمكن التضامن الاجتماعي، وقطاعات متعددة الحقيقة، لكن بما أن حضرتك موجود معنا نحب نعرف من حضرتك أبرز الجهود اللي حصلت في تنمية جنوب سيناء، لو هنتكلم على جنوب سيناء اللي البعض كان معتقد أنها شرم الشيخ فقط لا. والاهتمام لا يتعدى شرم الشيخ، وده الحقيقة ما بيحصلش أبداً فعايز أعرف من حضرتك إيه اللي بيحصل في جنوب سيناء، مدن جنوب سيناء يعني اللي بيحصل غير مسبوق. تخيلي حضرتك أنت ما كانش عندك طريق من نفق لشرم 334 كيلو، كان بيتم استخدام الطريق القديم اللي كله حوادث ومنحنيات، فاكرين طبعا للاسف 334 كيلو ولا عندك هاي واي صحيح، الناس بتستخدمه، الاجانب بيستخدموه، الدنيا كلها بتستخدمه، ما كانش عندك جامعه، ما فيش جامعه، الجامعه ولادنا يروحوا يتعلموا في السويس، يتعلموا في اسماعيليه، ينزلوا القاهره، وعبء على الاسره بتبقى قلقانه عليهم جدا. طيب وبعدين بقى عندنا جامعة الملك سلمان، ثلاث قفر حوالي 11 كلية، شرم الطور راس سدر، ثلاث جامعات ولادنا بيتعلموا جوه بلدهم زيهم زي أي محافظة، يعني كانوا بالأول بيحسوا إن هم اشمعنا مفيش عندهم جامعة، دلوقتي عندهم جامعة، ومش جامعة وبس، جامعة حكومية، دي جامعة أهلية بمصروفات غير قابلة للربح، لا في جامعة حكومية بتعمل في بورديس حاليا من ايام الدكتور خالد طبعا عبد الغفار، حطينا حجر اساسا هو والدكتور ايمن عاشور بيتابع، ان شاء الله باذن الله المرحله الاولى مش اكتوبر ده، الاكتوبر اللي بعده هنفتح الجامعه الحكوميه، تجاره وعلوم وتربيه وكل الموضوعات دي جامعة حكوميه دي بتبقى بنصرفاتها في متناول ايد اولادنا، يعني يبقى عندك ده وعندك ده، السنه الجايه يبقى عندك جامعه حكوميه، الازهر ليه فرع عندنا هنا، وبعضا من معاهد السياحة وخلافه ليهم أفروا عندنا هنا، آدي التعليم، المدارس، أنا قلت السنة اللي فاتت إن أنا هعرض
ان السنه دي مش هيبقى عندنا في وادي ما فيهوش مدرسه. كل الوديان، كل ولادنا، الولد ده جاي من وادي من الوديان، كل الوادي، كل وادي يعني ايه؟ يعني تجمع جوه الجبال في مدارس. في حاجه واحده بس، وانا يعني يا رب صوتي يوصل للمسؤولين، البنات، البنت السينويه في منتهى الذكاء وشاطره جدا وقياديه وكل حاجه، بس المدارس اللي في المدن يعني اللي في ابو زنيمة وبرديس وشرم الشيخ والطور وده دول بيتعلموا. المدارس اللي في الوديان اللي قلت لك عليها بقى داخل التجمعات، المدارس هناك لغايه ابتدائي، لغايه ابتدائي فقط، لغايه ابتدائي فقط. اللي بيحصل الاسر بتعلم الصبيان، بتوديهم بعربيات 40 كيلو 30 كيلو، يروحوا فين؟ يروحوا المدن يتعلموا. البنات بيقعدوها في البيت. فطبعا هذا الموضوع غير لائق بالمره، وانا فتحته مع الدكتور طارق شوقي، وفي الحقيقه قال لي هبعت لك فصول متحركه، وبعت لي 7 فعلا. بس انا عايز اكمل بقى عشان بيبقى الباقي كله يبقى فيه فصل اولى اعدادي، فصل ثاني اعدادي، فصل ثالث اعدادي. لا دي نقطة مهمة، البنت تتعلم جدا في نفس المدرسه، تطلع من سنه سته تخش الفصل الاولى في نفس المدرسه جنب بيتها، ما تضطرش ان هي او لا اهاليها، انت عارفه طبعا الطبيعه البدويه. طبعا مش هيسيبوها تمشي 40 كيلو وده. لا، فبالحقيقه ده مطلوب الفتره القادمه عشان البنت والولد هنا واحد. المراه السنويه بتشتغل كتير جدا، بتشتغل في كل حاجه، بتشتغل في الخزة والغزل والراعي وتربيه الولاد، بتشتغل في كل حاجه. من باب اولى ان هي تكون متعلمه طبعا، عشان هي اللي بتعلم الولاد دول. يعني انت الاخ علي ده، وانت لو كنت بصيتي وراكي كنت تلاقي والدته معاه، خدته بعد ما دخل الحديث، انا شايفها لان عارفها، خدته ومشيت. هي اللي بترعاه، بترعى الولاد، بترعى الغنم، بترعى بتعمل الشيلان الجميله والحاجات الجميله اللي بتزود دخل الاسره، بعمل لهم معارض ولسه جايين من معرض القاهره. كمان هايله الحقيقه يا فندم، هايله يعني. بشكرك ان انت نويت للنقطه دي، المنتجات هايله، هي دي المراه السنويه. فانا يعني في الحقيقه اتمنى ان نكمل بقى عدد المدارس اللي احنا محتاجينها في الوديان في التجمعات اللي جوه الصحراء عشان البنت تتعلم. وبعدين بقى عندك الجامعات، تروح بقى جامعه الملك سلمان، تروح الجامعه الاهليه الحكوميه في راس ابروديس، تنال قسط من العلم عشان هي دي اللي بتربي. طبعا طبعا، اتمنى ان يعني رساله حضرتك طبعا تصل، واعتقد اكيد يمكن واحنا بنحتفل مع حضرتك السنه الجايه اعتقد انه هيكون في اجراء قد اتخذ. بالظبط كده، انا دخلت مدرسه ابتدائي على فكره، القوات المسلحه بتساعدني، عملت مدارس كتير، الفصل لغايه 11 لغايه اعدادي، عم بتعمل حضانه وابتدائي واعدادي، لسه ما كملتش السنه. دخلت مدرسه لقيت العلم مرفوع، الاولاد واقفين، البنت قائده في المدرسه، كانت سنه سته او حاجه كده، هي اللي بتحيي العالم، واللي ورا منها كلها بيحيوا العالم وراها. منظر رائع جوه الجبال، جوه التجمعات البدويه. ده اللي انا اكيد زي ما حضرتك قلت دلوقتي. كمان طبيعه المكان نفسه بتخلق سمات كده في الشخصيه، تمام، بتخليها شخصيه قياديه وشخصيه مسؤوله وشخصيه تتحمل الظروف الصعبه، فبالتالي نقدر ان الشخصيه دي يطلع منها حاجات كتير جدا لازم ان هي تتعلم زي ما حضرتك قلت. تعليم اساسي. طيب. التعليم اساسي. ده لو اتكلمنا عن قطاع التعليم، في قطاعات اخرى هي هامه جدا، الزراعه، الري، السياحه، الصحه. انت قعدتي مع الدكتور احمد السكري، صحيح، والصحه انا جايبه مخصوص عشان يتكلم على التجربه بتاعتنا ويتكلم على التامين الصحي، ودي كانت من اهم الحقيقه الخطوات اللي تم اتخاذها في محافظه جنوب سيناء. حضرتك تحب تبتدي باي قطاع؟ لا، هو طبعا السياحه ما مفروغ منها، يعني السياحه طبعا احنا بنشتغل في السياحه منذ فتره ايد بايد مع السيد وزير السياحه. كنا معاه في برلين، عملنا معرض هايل في برلين، كان من ضمن المعارض الجميله المحترمه اللي انا اشهد ان احنا بدانا نتحط على الخط الصح في معرض برلين. معرض برلين كان رائع وكان اشغال كتير جدا، وكان جناح المصري رائع. انا حضرت، انا بتعب المناسبات دي وعشان خاطر في الحقيقه المحافظ بيبقى موجود، ويجي مع علي الوزير يقول لي هنقعد مع المجموعه الفلانيه تيوي، هنقعد مع مجموعه كذا. لما انا بروح اقعد معاهم بيبقى الناس بتحس ان في اهتمام، طبعا ان في اهتمام. راجل جاي محافظه مدينه، جاي محافظه جاي عشان يتكلم عن السياحه، ولو في مشاكل انا برد عليها.
فكان رائع، سياحة رائعة. يعني إن شاء الله هي بتمرض ولا تموت بإذن الله. إحنا طالعين وطالعين ليه؟ إحنا عملنا مدينة عالمية رائعة صديقة للبيئة، كل اللي فيها التاكسي ذكي، الباركينج اللي فيها ذكي طبعا. هقول ثاني يعني هي بس العربيات اللي طبعا الاتوبيسات، انا اتمنى انها ترجع تاني، الاتوبيسات اللي كانت موجوده اثناء المناخ. يعني انا طلبت، يمكن مش طلبت كتير، يعني طلبت 20 وكان عندي 260. انا مش محتاج ال 260 لان طبعا ده كان مناخ و50 الف بدعو و120 رئيس دوله وكده. لا انا كل اللي اتمناه، وماشي انا مع السيد رئيس الوزراء واتكلمت في هذا الموضوع، عايز عودة حوالي 20 عربة تاني يشغلوا بالغاز والكهرباء، لأن عندي 140 شاحن موجودين. فطبعا دول يعني احنا ممكن باستخدام العربيات دي، وانا تواصلت مع الفريق كامل وتواصلت مع السيد رئيس الوزراء، وان شاء الله في وعد كبير جدا ان هتعود ولو 20 اتوبيس يرجعوا تاني، لانه كانوا عاملين منظر رائع صحيح في المدينة، وباذن الله تخدم المواطنين طبعا وبتوفر لهم كمان اكيد، ومنظر حضاري طبعا، ومنظر حضاري واللي احنا بنسعى اليه. وانا اعتقد يعني ان في طريقه للحل، وباذن الله قريب جدا هتشوفي بنفسك الاتوبيس ماشي بتاعنا بقى بتاع شرم الشيخ ماشي في شرم الشيخ. محطات الوقود كلها غاز وكهرباء، انا عندي 13 10 غاز ومعاهم كهرباء، والبنزين طبعا موجود، السولار موجود بنسبه بسيطه. انما 800 تاكسي كلهم غاز، هايل. 800 تاكسي اللي عندي كلهم غاز. عايز اقول محطات الطاقه الشمسيه، احنا افتتحنا 4 اثناء المناخ، وكان عندنا قبل كده واحده، بقى عندنا 5 محطات. مش كده وبس، القياده السياسيه صدقت في نب بحوالي 250 الف متر مربع عشان عمل محطه لشركه طاقه. شركه طاقه عملت الجزء الاولاني، ال 10,000 الاولانيين، ووعدوا ان هم هيكملوا، ان هم هيعملوا 20,000 واط، هيعملوهم ان شاء الله طاقه شمسيه. الطاقه الشمسيه دي بقى هتقضي عندك خالص على موضوع الكهرباء والتلوث اللي ممكن يحدث. وزاره الاتصالات عملت لنا النت فائق السرعه، اي فندق دلوقتي فيه نت فائق السرعه. الوزاره وصلت كابلات، مدت كابلات جديده لغايه باب الفندق. رئيس مدير الفندق مسؤولا او مشكورا دخل النت فائق السرعه عنده. الطاقه الشمسيه عندنا عدد لا باس، مش كل الفنادق طبعا، عمل طاقه شمسيه فوق الاسطح وبتشتغل بالطاقه الشمسيه، مش كله. اتمنى ان باقي الفنادق الفتره الجايه تدخل الطاقه الشمسيه. هنتكلم عن الزراعة، احنا عندنا مدينة الطور واعدة فيها كميات مساحة كبيرة من الأراضي، عندنا سهل القاع 21,000 فدان موجودين من سهل القاع، اللي هي المسافة بين الطور وبرديس. دول سيادة الرئيس أمر إن هم مرحلة تانية في التطوير، هيشتغلوا على المياه الجوفية عشان برضو منتجاتنا تيجي لفنادقنا. أنا عندي 64,000 غرفة فندقية بنجيب أكلنا من مصر. طب ما احنا الطور دي سله الغذاء بتاعه المحافظه، فيها اراضي زراعيه وبتنتج، بس انتاجها انا بدي للشعب وبدي للمواطنين، بعمل منافس في الطور، كل الخضار وكل الحاجات دي كلها بتنزل الطور لاهالينا. على قد ما نقدر يعني ان هم يسدوا احتياجاتهم. انا عايز حجم يعني اكبر عشان اغذي الفنادق بدل ما بنجيب من مصر. طبعا في مناطق لوجستيه، القوات المسلحه هتعمل لنا واحده في صدر، وزارة التموين هتعمل لنا واحدة في الطور، مناطق لوجستية عشان تخزني فيها السلع، وبدل ما تجيبي من مصر يبقى عندك السلع موجودة تاخدي منها توزعي وهكذا. 2 منطقة لوجستية داخلين في ان احنا نشتغل بيهم. وزارة التموين معانا على طول بتدعمنا، القوات المسلحة النهاردة عشان عياد كل شهر بتجيلي قافلة من القوات المسلحة فيها فراخ مجمدة وفيها لحوم مجمدة وفيها كل متطلبات ولادنا وأهالينا، سكر وزيت وشاي وكل حاجة بأسعار مخفضة عشان نضرب الأسعار. موجودة دلوقتي القافلة موجودة حاليا وبتلف على المدن، وده باتفاق مع السيد مدير الخدمات الوطنية الشركة الوطنية، كل يوم 15 بكل شهر بيبعت القافلة، هم 10 عربيات بنمد ولادنا وأهالينا بالسلع الغذائيه طبعا اللي باسعار في متناول ايديهم. مش كده وبس، احنا يعني انا عامل مبادره، يعني
ما هو الدولة بتعمل كل حاجة، لازم كل محافظ وكل مسؤول يعمل مبادرة. المبادرة هي ايه؟ ان انا اتصلت بوزير التموين 10,000 طن زيت، 10,000 طن سكر، 10,000 طن دقيق، 10,000 طن رز، حصص عندي ناس بتدفع ثمن الحصص دي بوزعها مجانا على الاولى بالرعايه. دي مبادره مستمره يا فندم مستمره رمضان؟ لا دي قبل رمضان، وهنتوزع الحصه الثانيه يوم احد قبل رمضان بيوم ان شاء الله. باذن الله كل سنه وحضرتك طيب. طبعا كان بمناسبه العيد القومي لجنوب سيناء واسترداد طابه او رمضان شهر، طبعا رمضان المعظم خلاص ان شاء الله الاسبوع الجاي. بشكرك جزيل الشكر. والحقيقه يمكن لو هنتكلم عن كم الانجازات اللي موجوده، وانا يمكن موجوده هنا وشايفه بعيني اللي حاصل، لو هتكلم عن طابه وعديت في الطريق على شرم الشيخ، حتى يمكن نسبه الاشغالات ما شاء الله كويس، يعني كويسة، كويسه جدا. حتى شرم الشيخ المطار واحنا جايين ما شاء الله كان فيه برضو نسبه مسافرين كمان عاليه جدا، ان كان سياحه داخليه او حتى اجانب. ده ان دل على شيء هو يدل على جوده الخدمات المقدمه، ان دل على شيء يدل على انه دي جني ثمار كل ما تم في محافظة جنوب سيناء بشكل عام، إن كان من بنى تحتية، مشروعات تنموية، عمران وما إلى ذلك. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. الله يخليكي، ودايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. الله يخليكي، وأنا طبعا عشان أتكلم معاكي في الموضوعات اللي أنت طالبها دي مش أقل من ساعتين طبعا، فإنما إحنا بسرعة كده أوجزنا. واختصار الموضوع إن إحنا بننمي الشباب، مهتمين بيهم جدا، بنسمع أي حاجة مش مظبوطة بنعمل لها مسابقة، بنعمل لها مبادرة عشان نزيل من أذهانهم أي حاجة ممكن طبعاً تاخدهم في اتجاه آخر، رفع الوعي كمان. رفع الوعي. حضرتك جزيل الشكر زيادة سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. حلقتنا النهاردة بنختمها مع حضراتكم من على أرض طابة في الذكرى 34 لاسترداد أرض طابة العزيزة، وأيضا بمناسبة العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، والشكر أيضا موصول لزملائي وزميلاتي في الاستوديو بسنت الحسيني ودينا شرف وأيضا أحمد عبد الصمد. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح النصر، صباح الخير يا مصر.